المفروض انت كاداري طبعا اداري فرقه، اداري فرقه او مدرب فرقه او لعيب، لازم اقل حاجه يعرفها الملعب اللي هيلعب عليه اصلا، لازم العلامات اللي موجوده تبقى عامله ازاي فيه. يعني ما ينفعش انا حكم زي ما انت مثلا لما ببقى حكم فوتبول راح اعمل منطقه الجزاء، ما ينفعش ما لاقيش علامه الجزاء، ما ينفعش ما لاقيش الفوز، ما ينفعش ما لاقيش في حاجات في خطوط الملعب دي خطوط اساسيه، يعني انت ممكن تلاقي الخطوط دي في الملعب. فاهمين انا قصدي ايه؟ لازم لما اروح كحكم ابص على الملعب الاقيه كده. فانا جايب لك تخطيط الملعب، انا جايب لك ملعب قدامي عشان بسرعه كده اقول لك ايه الجديد اللي اتضاف؟ ايه الجديد اللي اتضاف؟ اي علامه موجوده شايف العلامات الخمسه دول؟ 1 2 3 4 5 العلامات دي كلها اللي هي علامه الجزاء. والعلامه اللي هي الركن الخطر المباشر على ال 10 امتار. وعلامه المنتصف. نفس الكلام يعني هي دي مكرره هنا، الخمس علامات دول بقى ليهم ابعاد، مش عايز لا بقى مصر يعني. الخمس علامات دول ليهم ابعاد، طبعا في الكتاب ما كانش ليهم ابعاد، كنت بتعمل علامه وخلاص، او ما بتعملش علامه، لكن بقى ليها علامه. بقى ليها بعد. الدوائر الخمسه دول اللي هم اخدين المساحه اللي في نص الملعب دي كلها، نص القطر بتاعها 6 سم، يعني دايره قطرها 12 سم. دايره قطرها 12 سم، تمام؟ 1 2 3 4 5. طيب في دوائر دي اسمها، دي دوائر على فكره مش علامات. 1 2 3 4. الاربع علامات دول برضو لازم يبقوا موجودين في الملعب ليه؟ علشان اضمن ان لجميع اللاعبين، جميع اللاعبين باستثناء الراكن على بعد كام؟ 5 متر. طبعا احنا كره الصالات كلها بتتعامل بالمتر ما بتتعاملش باليارد. كره الصالات ما فيهاش يارد. يعني لو كان القانون 11 في يارد وفي متر، لا قانون كره الصالات بتتعامل بالمتر بس، تمام؟ فالعلامات الاربعه دول عشان اضمن ان جميع اللاعبين على بعد 5 متر. طب العلامه دي قدرها قد ايه؟ بتقل عن دي، يعني القطر بتاعها 4، يعني كلها قطر، يعني الدايره كلها قطرها 8. نص القطر 4 يعني 8، يعني واحده كده مثلا، واحده اقل منها شويه. دي العلامات اللي المفروض تبقى موجوده فين؟ في الملعب، داخل الملعب. خلاص؟ طبعا باستثناء الحاجات كلها اللي جوه الملعب اللي هو الاقواس، طبعا اللي دي الملعب الاساسي اللي انت عاملها، بقول لك الحاجات اللي انت المفروض تحطها بقى في الملعب. في العلامتين اللي هم دول، العلامه ديت والعلامه دي، تبقى على بعد 5 متر من خط المرمى. هل ليها مقاس؟ اه ليها مقاس. جميع الخطوط بقى عشان اريحك اللي في الملعب كلها، جميع الخطوط سمكها 8 سم، جميع خطوط الملعب كلها سمكها 8 سم. عايزك اعمل اي سمك اي خط 8 سم، تمام؟ كل الخطوط يعني خط التماس، خط المرمى، القوس ده 8 سم، بما فيهم قائمي العارضه والايه؟ قائمي القائمين والعارضه. برضه سمكهم 8 ايه؟ 8 سم. يبقى اذا اي خط في الملعب هتلاقي سمكه 8 سم. طيب العلامه دي قد ايه بقى؟ العلامه دي قد ايه؟ العلامه دي طولها 40 سم، بتبقى بتحط كخط موازي لخط المرمى عشان يضمن ان اثناء تنفيذ الركله الحره من علامه الجزاء الثانيه ان الحارس ما يتخطاش العلامه دي. فبقت علامه موجوده عندي في القانون لازم تتحط، علامه اللي بتضمن ان الحارس ما يتخطاش الايه؟ الخمسة متر اثناء تنفيذ ركله الجزاء من علامه ايه؟ من علامه الثانيه، لان الحارس طبعا ممكن عادي يتحرك، بس الحد ده اي خط الحد ده وصد الكوره هياخد ايه؟ انذار وتتعادل ايه؟ الركله، تمام؟ طيب علامات ثانيه اجباريه لازم عندي العلامه اللي بره دي. ادي 1 2 3 4 5 6 العلامات اللي في حدود الملعب دي كلها طولهم 40 سم في سمك 8 سم. 40 سم طول سمك 8 سم. طب ازاي ارسم العلامات اللي بره دي؟ طب العلامه اللي بره دي فايدتها ايه؟ دي فايدتها عشان اثناء الركله الركنيه ان اضمن ان جميع المنافسين على بعد 5 ايه؟ 5 متر. على بعد كام؟ 5 متر. بترسم منين؟ برسمها منين؟ برسمها من اخر الايه؟ الملعب. مش زي ال 11 برسم من اول القوس، لا بس من 5 متر، يعني ال 25 سم بتوع القوس دول، ده طبعا اهو في الكلام قوس الركن ده ليه؟ استاذنكم يا جماعه مبارزه يعني 25 سم دول بتوع الركن، يعني قوس الركن ده برضه 25 ايه؟ سم. طب هرسم منين؟ إيه؟ هرسم من اول 25 سم وبعدين اعمل 5 متر؟ لا، هرسم من اول زاويه الركن. من الزاويه من اول الملعب خالص 5 متر، يبقى داخل معانا مين؟ داخل معايا 25 سم. واعمل ايه بقى هنا؟
اعمل علامه موازيه لخط التماس ولكن تبعد عن خط المرمى ب 5 سم. 5 سم حيز ابعد العلامه دي عن دي ما لزقهمش في بعض. ليه؟ لان الكره ممكن تروح مقربه هنا الحكم ما يعرفش الكره دي طلعت بره وطلعت بره. الفاصل ده هيبان لي لما يوصل الحكم الخط هيبان لي ان ال 5 سم دول الكره فعلا تجاوزت ولا لا؟ كانت بره خارج الملعب ولا لا؟ يبقى ما ملحقش الخط ده او الخطوط ديت في الملعب وفي اللاين. تمام يا شباب؟ تمام معايا؟ ماشي. طيب ايه تاني موجود عندي؟ عندي منطقه فنيه ومنطقه استبدال. منطقه فنيه ومنطقه استبدال. من خط المنتصف ده 5 متر يمين و5 متر شمال. طب قبل ما نطلع بره معلش دي الدايره دي طبعا نص قطرها 3 ايه؟ 3 متر. نص قطرها 3 متر ودي الوحيده اللي جميع المنافسين اثناء رفعه البدايه بيقفوا على بعد اقل من 5 متر. جميع اي تنفيذ رفعه ثابته جميع اللاعبين لازم على اقل حاجه 5 ايه؟ 5 متر ما عدا دي. البعد ده 3 متر اللي هو رفعه الايه؟ رفعه البدايه. تمام؟ طيب هنا 5 متر يمين و5 متر شمال المنطقه دي كلها لا ما نسمحش بوجود حد في المنطقه دي، يعني لو هرسم المنطقه الفنيه لو هحط الديكت بتاعتي لو الديكت كده هبقى متر يمين ومتر شمال، المتر اصلا يبقى اخره هو الخط ده، والمتر هنا اخره الخط ده، يبقى اذا ال 5 متر يمين 10 متر دول بتوع النقاط، ما لهمش دعوه ما حدش يقدر ايه يعيد رؤيه النقاط، لان طبعا النقاط عليه شغل كبير في الملعب، كره خارج كره ما خرجتش، انتهت المباراه ما انتهتش الكلام ده، تمام؟ والدكه بتاعتي برسمها عادي واجي على اخر الدكه ممكن تعدي حدود منطقه الاستبدال اللي هي 5 متر اه تعدي عادي بس هتبقى ايه؟ متر يمين اخر حدود الدكه بتاعتي متر واروح اعمل العلامه بتاعتي المسافه ديت 75 سم بسيبها لمين؟ للحكم يتحرك فيه يبقى لا لعيب هيتبدل ما يقفش هنا المدرب او الاداري او اي حد واقف في المنطقه اللي بيسمح فيه يقف في القانون يمرر التعليمات ما يقفش في الحته دي يبقى دي كلها دي كده تحت الحكم اخره هنا اخره داخل منطقه ايه؟ طبعا منطقه الاستبدال 5 متر يمين و5 متر شمال يعني 5 متر من هنا من يمين من شمال خط المنتصف كده بعمل ايه؟ علامه العلامه دي هل ليها ابعاد؟ اه ليها ابعاد كنا قلنا هنا كام؟ قلنا هنا كام؟ 45 لا دي كام سنتي؟ 40 سنتي 40 سنتي تمام؟ طيب العلامه دي 80 سنتي طول 80 سنتي طول طبعا السوق 8 سنتي زي ما هو 80 سنتي 40 بره و40 جوه بيخش ال 8 سنتي بتوع الخط من جوه الملعب يعني هيبقى 40 بره 8 سنتي الخط و32 ايه؟ لجوه تمام؟ انا بقول لك الايه اللي هو الحاجات اللي لازم تبقى انت اصلا مطلوب كاداري او مدرب كرة الصالات لازم تبقى عارف الحاجات دي. ما ينفعش ابقى رايح مش عارف العلامات اللي في الملعب اتعامل معاها ازاي او ارسم ازاي يجي الحكم يقول لي بقى انا مش عارف حاجه. يبقى لازم انا اساسا عارف العلامات اللي موجوده في الملعب. تمام؟ طيب منطقه التسخين منطقه الاحماء لو في منطقه هنا ورا البنش بتاع البدلاء اوكي. يعني الملاعب كتير ما فيهاش. اروح بعمل منطقه التسخين هنا اهو. في الحته دي المنطقه دي ما يعديش الخط ده منطقه تسخين تبقى بعد منطقه الاستبدال كده في الحدود ده في الحيز ده طيب وهنتكلم بعد كده برضه في القانون هيبقى موجود فيها كام واحد والكلام ده تمام تمام ده كده ايه ده بقى هنخش حاجه مهمه على ماده 3 ماده اللاعبين يا جماعه عشان الظروف اللي احنا بنمر بيها الفيفا اقرر حاجه الاجراءات والتدابير المضاده لانتشار جائحه كورونا. باختصار الترتيب بتاعنا كان بيتم ازاي؟ ان اللعيب يكتمل التسجيل عندما يكون لاعب بديل ارض الملعب يتكلم مع مدرب استبدال الفريق مع تسليم الايه؟ الصدريه او الشباحه او البيه. تمام؟ طيب الكلام ده اتوقف مؤقتا لحد 31 ديسمبر 2020 يعني اي مضاده تتعمل قبل التدريب ده هبتدي انفذ الحته اللي تحت دي بس يحتمل التبديل عندما يدخل بديل ارض الملعب بالكامل عبر منطقه استبدال خاصه بالفريق ما فيش تسليم بيه ما فيش تسليم بيه ما فيش تسليم قميص ليه؟ منعا للايه؟ للاختلاط ما انا ممكن اخد انا البديل ادي ده وبعدين ده ادي ده ممكن يكون واحد عيان يروح كده بوظ الدنيا فالتعديل ده هيتحط مؤقتا لحد 31 ايه؟ ديسمبر وبعد 31 ديسمبر ايا كان بعد واحد ممكن هو حاطط القانون لحد 30 سنه لان كانت اصلا بطولات شغاله. كانت بطولات ايه؟ شغاله.
لما نيجي نبدا واحد 30 سم هل هيمدده؟ هو قال لك انا ممكن نمد. ماشي؟ قال لك ممكن تمد. سيحدد الفيفا في مرحله لاحقه ما اذا كان التعديل بحاجه للمزيد من التمديد ام لا، تمام؟ يعني احنا ممكن احنا 30 12 بس ممكن ايه؟ نمد. وممكن احنا هنا نمد. طالما انت عندك انت اصلا احباتك بتيجي بعد الناس بشويه فانت ممكن حتى الاحد الداخليه تروح انت ايه؟ مد لوحدك، تمام؟ تغيير حاله الفرن ينفع حضرتك للقميص طول ما هو قاعد على الدكه ولا لازم يبقى قاعد. هنتكلم فيها بقى، هنتكلم في كل حاجه. البديل طبعا زي ما كابتن محمود بيسال، لازم البديل طول المباراه، طول المباراه طالما هو قاعد بديل لازم يبقى لابس البديل بتاعه. يبقى انت بقى خلاص كاداري احنا حددنا مفيش تبديل بالقميص، يبقى كل لعيب عنده التيشيرت عنده التبديل بتاعه اللي هيطلع عارف ان هو هيلبسه. عليه رقم، عليه اسم، اللي انتوا عايزين تعملوه بتاعتكم انتوا بقى، تمام؟ انا سمحت لك، انا مش هعمل لك التبديل ده عام عشان ايه؟ يعني سمحت لك مش عشان انتشار المرض. فانت بقى تنفذ القانون ويبقى كل واحد له قميصه، مش روح قالع وداخل الملعب وواحد يجي تاني ياخد لابس، يبقى انا عملت انا ايه؟ يبقى انا ما حميتش اللعيب، يبقى كل واحد يبقى معاه القميص بتاعه اللي هو هيقدر ايه؟ يلعب بطول المباراه. هو في الغالب زي ما بيستلم الشورت وفانيلا يستلم الديب بتاعه او الشباحه بتاعه يفضل معاه يبقى كعب، تمام؟ هنتكلم على تغيير حارس المرمى. كلمة تغيير حارس المرمى دي اللي احنا كنا معاني فيها اللي كان كله بينزل اي حد عايز يلعب مثلا باور بلاي هوب يروح منزل لعيب خلاص وفوجئ في الملعب الاقيه لابس قميص ولا لابس مش عارف ايه، ما ينفعش. لازم قبل المباراة انا كحكم بقول لك يا كابتن انت هتعمل باور بلاي، هتقول لي هشتري باور بلاي طب فين هو اللون بتاع الباور بلاي بتاعك؟ لعيب رقم كام؟ التيشيرت بتاعه هو رقم 4 طيب. لائحه المسابقه لازم تحط في الحته دي حاجه، لائحه المسابقه لازم تحط هل القميص هل فانيله اللاعب اللي هو هيلعب باور بلاي هتبقى لا لازم تبقى بنفس الرقم لازم دي اساسي بنفس الرقم على ظهرك، لازم نفس الرقم على ظهرك، هتبقى بنفس لون الحارس ولا لا؟ في لائحه المسابقات هتتحط نفس لون الحارس ولا مش نفس لون الحارس؟ بعت لكم الشروط هنتكلم فيها مع كابتن ابراهيم بقى، تمام؟ طيب حاجه كمان، لو مش بنفس لون الحارس مجبر ان انت توريها للحكم قبل المباراه عشان ما ممكن تكون انت جايب واحده تكون شبه فانيلا انت الايه؟ الفرقه الثانيه او الفرقه الثانيه او الحكم. لازم انت لو هي مخالفه للحارس لو نزلت في اللائحه ان انا هشوفها زياده مع الملابس اللي هشوفها فين؟ قبل الايه؟ قبل المباراه، تمام؟ حاجه كمان اللي هي الاشخاص الزائدون في الملعب. طيب انا عايز اكلمك في الحته دي بقى عشان كانت عليها مشكله قبل كده اللي هي قائمه الفريق. قائمه الفريق هتتحط في لائحه المسابقات يا جماعه. مجبر ان انا استلم منك كحكم القائمه دي قبل المباراه، صح؟ طيب انت كنت بتفوجئ ان انت عندك لعيبه مش عندك، لعيبه مش موجوده لسه ما جاتش وعايز تحطهم ما بتعرفش تحطهم لانك مش موجودين. لا حطهم. هتحط ال 14 واحد في السكور بتاعك تحط البدايتين بتاعتك وتسلمني انت السكور كحكم قبل الايه؟ المباراه. حتى لو عندك اقل عدد من اللعيبه يشارك اللي هو ثلاثه. يعني انا هبدا لك المباراه بثلاثه، هتديني القايمه فيها كام؟ اديني القايمه فيها 14. اديني القايمه فيها 14، ولكن لازم تسموهم لي قبل المباراه. تسميهم قبل المباراه، محمد وحسين وعلي ومصطفى، فاهمين؟ تسميه. بدات انت الملعب ثلاثه، بدات ثلاث لعيبه ما عندكش حد، فهبدا اسمع. هيجي لعيب ابص في حكم عندي في البداية مصطفى محمد حسين موجود ينزل يكمل الرابع طيب ايه لا يكمل الخامس اللي هيجي بعد كده موجود يقعد بديل دي اللائحه لازم تتحط مع تحديد ساعه حضوره انا دي بتاعتي انا بقى بتاعت انت تعمل جريمه بره ولا حاجه ويجي لي بعدها لا بناسب انت مش موجود عندي دلوقتي مش موجود عندي دلوقتي توقيت نزولك اصلا عندي او توقيت مجاية الملعب عشان تنزل لازم اكتبه كحد انت كل ده مش موجود عندي لان دي تعتبر ان انت موجود ده ورقه ده انت موجود ومشارك من الاول يبقى سكور بس موجود عندي واحد انت واحد بره بلا بلا في ملعب انا في الماتش تساله انا من اول دقيقه دي طبيعي الماتش كله ال 40 دقيقه ده يحصل يعني الماتش يعني مثلا لعيب جاي قبل الماتش كابتن انا خدت منك اللائحه القائمه قبل الماتش لو جيت لي في الدقيقه 39 وعايز موجود اسمك هلاعبك اتفقنا يا جماعه عشان بس نلغي المهدرات بتاعت اصل ده متاخر اصل ده في السكه اصل ده جاي اصل ده وبعدين يجي ما يلعبش لا يلعب ما
بس هتتكتب في الشروط الايه؟ لازم تحط في الشروط الايه؟ المسابقه، لائحه مسابقات قبلها. وهو اصلا الفيفا اقرر كده ان لازم تتسموا قبل المباراه. لازم ان انا اسميهم قبل المباراه واسلمهم للحكم قبل المباراه، تمام؟ طيب مش فاهم. اتكلم بقى على القايمه، انا كنت انا بعيد شويه عشان اتكلم في الحته دي، لان النقطه دي كانت مهمه وبتشغل بال ناس كتير، لان ساعات مش في الملعب اللي عنده شغل واللي جاي مش عارف من هنا وجاي من هنا، ما اقدرش احطه لان هو مش موجود ساعتها. طيب السكور نفسه بقى، جميع من هم مكتوبين في السكور عندي هعتبرهم في اللائحه هيتعاقبوا عندي كلهم. بمعنى الستة تدريبيين مثلا الموجودين وال14 لعيب، لو عمل تدخل في الملعب، اي تدخل في الملعب، اي جرم في الملعب، بخاطر رب الحره والبشره تعمل في الاخطاء المعدوده. يعني مثلا سيان هنطلع من السياق، المدرب راح شاط الايه؟ الازازه جوه الملعب. الازازه جوه الملعب، تمام؟ متدخلت مع الايه؟ مع الحكم او اللعيب او في اللعب او الكلام ده. واقف بطرده واروح طرده وطرده مره ثالثه احمر واروح عامل ايه؟ لا اسكت ايه؟ رب الحره والبشره. ولو كان تدخل منطقه الجزاء يبقى ركله جزاء عليه، هنجي لها بعدين، بس انا بقول لك مش يصبر يعني. لا لو دي تدخلت مع حد داخل منطقه الجزاء، افرض لعيب انت شايفه رايح يجيب جول ماشي وراح شايط الازازه او شايط كوره، تدخلت مع الكوره داخل منطقه الجزاء، ركله جزاء وطرد. واتحط في الاخطاء المعدوده برضه، لان ركله الجزاء بتحسب من ضمن الايه؟ الاخطاء الايه؟ المعدوده. تمام؟ طيب تقول لك المدرب اللي داير اصلا المدرجه اسمهم اعتمد الفريق هم اداري واشخاص، واي شخص لما يقدر يسلم مش لاعب او بديل او اداري فريق طبعا هم خارجين. طيب انا جاي انا دخلت مثلا الملعب، انا كحكم دخلت الملعب، دخلت محمود قابلني على الاول امك انت جيت تيك طرد، طبعا مش هشوف الطرد بس هروح لكابتن محمد اقول له كابتن محمود خليل مش موجود معايا النهارده في الاسبوع، ما تحطنيش في الاسبوع، يبقى ممنوع ان هو يحط فين؟ في الاسبوع. في الاسبوع، تمام يا شباب؟ ممنوع ان هو يحط ايه؟ في الاسبوع. طيب الطرد اللي انا طردته ده، هبعت اخري هعمل فيه ايه؟ تقرير. تمام؟ مش هتحط فين؟ في الاسبوع. طيب افرض انا بعد ما استلمت منك اللائحه في الاسبوع كان موجود اسم كابتن محمود وحصل الكلام ده، حتى انا مثلا نزلت سبت ما حصل منه الكلام ده، فهيطرد وهيطلع بره الطاقه وهيبقى اللعيبه بتاعتك 13 مش هيبقى 14، هو كده كده مش هيشارك قبل المباراه. فانا على الحته ديت عشان ايه؟ مش هتقدر تحط حد مكانه، مش هتقدر تزود مكان واحد طالما انا استلمت منك الايه؟ القائمه التلسكوب. لكن لو ما كنتش استلمت التلسكوب من حقك ان انت تحط ايه؟ 14، بس هو مش موجود ايه؟ مش موجود فيه، تمام؟ طيب في حاله دخول اداري الفريق او البديل باستثناء كجزء من الركبه دي لازم يكتبها، طبعا البديل كده بيخش، بس بقول لك ان هو مش ساعه ترتيب، يعني هو البديل دخل الملعب بس مش ساعه الترتيب، او اللاعب المطرود او العامل الخارجي الى ميدان اللعب، فان انا راجع على الحكم ايقاف اللعب فقط في حاله وجود تداخل. طيب هيقول لي ايقاف اللعب فقط في حاله وجود تداخل، انا مثلا انا كعامل خارجي دخلت او بديل او اداري او اي حد ودخلت الملعب وكانت الكره مع الفرقه الثانيه تحت فرصه، طب الحكم وقف الماتش عشان يطلع الحاجه ديت؟ هو العامل ده؟ لا، لو انا اداري بالفرقه اللي هي معاها مستحوذه على الكره اهو وقف، واذا انت كاداري دخلت في اللعب يبقى ركله حره مباشره عليك، واذا ما دخلتش في اللعب اهو وقف واديك الانذار او طلعك على الجرم اللي انت عملته، وبعدين اعمل ايه؟ استأنف اللعب ركله حره ايه؟ غير مباشره، عشان انت ما تدخلتش في ايه؟ في اللعب، تمام؟ يبقى مش شرط ان انا واقف في الحال. طب اذا وقفت هبعد الشخص ده طبعا واتخذ الاجراء الانضباطي ضده اللي هو ايه؟ ايه هو الاجراء الانضباطي؟ يا طرد يا ايه؟ يا انذار، تمام؟ محمد ركله حره غير مباشره، غير مباشره يعني ركله حره غير مباشره لو ما تدخلش في اللعب. لو كان واحد من مين؟ لاعب دخل واقف مؤقتا بره او اداري او لا او بديل او اي حاجه ما دخلتش في اللعب، هو واقف ودي ايه؟ ركله حره غير. طب لو دخل في اللعبه مباشر هتبقى مباشره يعني لسه دخل في اللعب هتبقى ركله حره ايه؟ مباشره، تمام؟ طيب اذا تم ايقاف اللعب وكان التدخل من قبل اداري الفريق او البديل او اللاعب المطرود فانه استنى في اللعب ركله حره ايه؟ او ركله جزاء. ركله جزاء لو كان التدخل اصلا حدث داخل منطقه الجزاء،
اتفقنا؟ ماشي. طيب لو عمل خارجي هيستأنف اللعب بايه؟ بالصفار. اي حاجة عمل خارجي بقى، واحد مش مدرك اسمه، واحد مش مدرك اسم فروسكور، وانا عارف ان هو لعيب عند كابتن محمود، هيبقى عمل خارجي بالنسبة لي. حتى لو انا كنت اصلا مطلعه قبل الماتش بره السكور، بس انا عندي في السكور مش موجود اسمه، ده عامل خارجي. يبقى اي حد مش موجود في السكور بالنسبه لي عامل خارجي. النقطه اللي حضرتك اللي هو تدخل ضربه جزاء مباشره ضربه جزاء، ده لو كانت هو ركله الجزاء، هي مسمى ركله، هي مسمى ركله، لو هي خمسه وده السادس يتلعب ركله على الجزاء عند الثانيه، لان هو خطا معدود. طالما حسبت على الفرقه، طالما حسبت على الفرقه ركله حره مباشره، اروح رايح على الاخطاء المعدوده على طول. خمسه الى سته. لا في حاجه يا شيخ، في حاجه؟ في حاجه؟ حاجه مش فاهمها؟ احنا اللي هو مش موجود عندي في الصور كحكم، وانا عارف ان ده لعيب مثلا عندك ونزل هيبقى عامل خارجي واسقاط، بس هكتب فين؟ مش هقدر اعاقبه، مش هقدر احاسبه، بس احاسبه الورق والقلم. خلي بالك احنا عندنا حاجات كتير لسه. شفت انا بقول لكم، عشان انا بقول لكم ايه؟ انا بقول لكم ان القانون اصلا اتغير وعايز مثلا يومين نقعد نشرح. ولمسة الكورة مساحة الصالة يعتبر عامل خارجي. تماس؟ لا 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 لا، دي انا اللي عاملها، يعني انا اللي لاعب الكورة. انا اللي شايط الكرة فلمست، انا اللي عاملها، فدي تعتبر مني. على اخر وحش، على اخر واحد زي لا لا لا، هنجيب الاسقاطات بعد كده. اخر واحد لمس الكرة طبعا معروف بتروح على رمي التماس الاقرب، خط التماس الاقرب لايه؟ لمنطقه التلامس مع ايه؟ مع سقف الملعب. خلاص؟ اهو يجب على الحكم في العام الخارجي نعمل ايه، او الاداري او الكلام ده، رفع التقرير على حسن الاستاذ المصري. طب اي حاجه انا هتخذها هوقف فتره اداري، اعمل حاجه، هل دي برضه في تقرير؟ هيبتدي في ايه؟ في تقرير، تمام؟ نيجي بقى الحته دي، عشان الحته دي مهمه جدا بقى، ماشي؟ انا جايب عدد اللاعبين وجايب الحته بتاعت الواقي لان فيها تعديل، لكن الاكمام دي طبيعي قبل كده ما اتغيرتش. الاكمام ما اتغيرتش. ونتكلم فيها تاني. التيشيرت بتاعي، التيشيرت بتاعي والشورت بتاعي هنستخدم النوم ايه؟ اكمام القميص، اكمام القميص او اكمام التيشيرت بتاعي. يعني انا لو فانيلتي حمرا والكم بتاعي اصفر، البادي اللي تحت هلبسه لازم يكون اصفر، مش هلبس على الاحمر، ما ينفعش البس على الاحمر، البس على اكمام التيشيرت. اكتب البس على اكمام الايه؟ التيشيرت. طب والشورت؟ الشورت يا اما البس على اللون الرئيسي، يا اما الحز التحتاني. لو عندي حز تحت احمر، ده في حز احمر او ابيض، الحز الاحمر ده ممكن البس استريتش احمر او البس استريتش ايه باللون الرئيسي ابيض. اتفقنا يا جماعه؟ عشان متفقين على كده. طيب انا لبست على الاحمر، جميع اللاعبين لازم يتخرجوا، ما ينفعش واحد لابس على الاحمر والتاني لابس على الابيض والتاني لابس على الابيض. نفس الكلام هنا، لابس بادي، افرض مثلا ان بتاع مرسومه نصين، مثلا على الاسود في احمر مثلا، انت ليك ان انت تلبس على الـ على الـ على اللونين، تلبس على الاصفر لان هو كم في الكم اهي، تمام؟ حتى لو كانت منقوشه ممكن البس نفس النقش. في شركه مثلا بتنزل تيشيرتات منقوشه كده وبتنزل بادي بتاعها، البسه عادي منقوش، من حقي ان انا البسه لانهم بتدفى مع بعض، بس يكون نفس الايه؟ مواكب للايه؟ للكم. للكم، مواكب للايه؟ للكم. طب افرض هنا نص اسود ونص احمر، البس على الاسود او البس على الاحمر؟ بس اذا انا لبست على الاسود برضه جميع اللي بيلبس على الاسود، اذا لبست على الاحمر جميع اللي تمام؟ يبقى هيتعمم على اللعيب. هيتعمم على ايه؟ على اللعيب. نفس الكلام واقي الراس. واقي الراس، والحته بتاعت الراس ديت او اللي هي اللي هتلبس على الراس دي معموله كمان للسيدات. للسيدات اكتر. لو لبست ممكن البس على الاسود او البس على لون التيشيرت، البس على لون الايه؟ التيشيرت، دي حاجه ليك يعني، بس ما تبقاش متصله بالايه؟ يعني ما تبقاش كبشور. ما تبقاش كبشور، لا ممنوع. لازم تبقى منفصله عنها. خلاص؟ طيب. انا جايب دي ليه بقى؟ لان فيها تعديل. فيها تعديل. كانوا نزلوا التعديل لحد كده ووقفوا. ما كانوش يعني قال لك ايه؟ عندك ابتداء وضع وكرات الركبه او المرفق، فيجب ان تكون وكرات المرفق بنفس اللون الرئيسي لاكمام القميص، عملوها زي مين؟ زي البادي اللي تحت. تمام؟ او يجب ان تكون وكرات الركبه بنفس اللون الرئيسي للسروال، وخلاص على كده. ولا يجوز ان تبرز بشكل مفرط. خلاص؟ وقفلوا على كده. ده جه فيها تعديل قريب.
قال لك ايه؟ عندما يكون من الممكن مضافه الالوان فانه يمكن استخدام مقاس سوداء او ايه؟ اي بيضاء مع اكمام القميص او السروال. اختصار بقى الكلام ده عشان نخلص الكلام ده. بص التيشيرت هنا ايه؟ احمر. الواقي بتاع الكوع ايه؟ احمر. هنا ايه؟ لبني. والواقي بتاع الركبه لبني. تمام مسموح. قال لي اهو خدنا علامه الصح. هنا واحد اثنين ما عنديش الاحمر. البس الاربعه ايه؟ اسود. البس الاربعه هنا ايه؟ ابيض. هنا اثنين اسود واثنين ابيض ما يسمحش. يبقى اذا اختصار للكلام ده، لو مش عندي ان انا اقدر اجيب زي الكوع او الركبه يلبسهم كلهم ابيض يلبسهم كلهم اسود. اختصار للكلام ده كله. اتفقنا؟ اتفقنا؟ هو عشان لبس بقى ممكن يختلف. يختلف اللبس بس. لو انا هجيب عكس لون الشورت يعني، بس لازم انا لو هلبس لون الشورت لازم البس لون الكوع برضه. لو هكلف واحد من الاثنين لازم نلبسهم الاربعه دول واحد، يا اسود يا ابيض. ده اختصار للكلام اللي هو ايه؟ اللي هو كاتبه. تمام؟ ما ينفعش اقول البس اثنين اهو زي كده، ما ينفعش. مش ده اسود؟ مش ده اسود؟ مش هنا بنطلون اسود يا جماعه؟ واقي الركبه لابس اسود على الشورت، ما ينفعش البس اثنين ابيض يبقى اسود زي او ابيض فوق وابيض تحت. خلاص اتفقنا؟ ده اختصارا لايه؟ واقي الركبه واقي الايه؟ هنروح حته ثانيه بقى. الماده 5 في الحكم والتسلطات والواجبات. اتخاذ اجراء ضد اداري الفريق الذين يفشلون في ضبط انفسهم، دي طبعا معروفه. طبعا اي حد يعمل اي حاجه بيتعاقب. طيب القانون دخل عندنا ثلاث حاجات: تحذير وانذار وطرد، وهنجي لهم بعد كده. اذا لم يتمكن من تحديد هويه الشخص، دي بقى مهمه بقى. اذا لم يتمكن من تحديد هويه الشخص المخالف فان المدرب الرئيسي الموجود في المنطقه الفنيه سوف يتلقى الايه؟ العقوبة. ايه معنى دوت؟ فوجئنا ان مثلا حد اعترض او شتم شتيمه من ضربي، ولا الحكم الثالث شافها ولا النقاطي ولا انا قدرت احدد مين اللي عديتها اللي عمل كده. هروح رايح كابتن محمود مدير فني. كابتن الشتيمه طبعا مين اللي شتم؟ قال لي انا ما اعرفش. قال لي اتفضل يا كابتن محمود. يبقى مين اللي هيشيل الليله كلها؟ مدير الفني. اذا ما قدرتش تحدد الهويه او الهويه ما طلعتش مين اللي عمل كده، يروح مين اللي قاعد بره؟ مدير الفني. هتعمل في ايه؟ تقرير الواقع. اتفقنا؟ مش هنتكلم في كتير لان مفهوم. خلاص؟ طيب معالج الفريق بقى او الطبيب اللي بيعمل حاجه هتضطر القانون ان انت تقعده جوه حرصا على سلامه العميل، لان اهم حاجه سلامه العميل. يبقى ايه؟ هيطرد. هياخد الاحمر ولكن هيقعد على المصطبه اللي هي التك، هيقعد على البنش موجود جنبي تحت مسؤوليتي انا، هستدعيه ساعة الإصابة. هيخلص الماتش هبتدي فيه إيه؟ التأهيل. طب افرض قال لك ممكن إن هو إيه؟ اللي هو ممكن إيه؟ معايا الفريق لازم يحتاج مخالفة، قد يبقى يعني ممكن يبقى ممكن لأ. على حسب رؤية الحكم وسلامة اللعبة. يعني إذا أنا شايف إن في اثنين أخصائيين موجودين ويقدر واحد يشيل مكان الراجل ده، أروح طب أربع مرات، افرض مفيش غيره قدامي، أنا حرصاً على سلامة اللاعبين أروح مقاعد إيه؟ الدكتور ده عديت، بس في الاخر هكتب فين؟ هكتب التمرين بتاعي. تمام؟ طيب هنخش على ايقاف المباراه اذا كان في رؤيه ان اللاعب اصيب اصابه خطيره والتاكد من نقل اللاعب، دي طبعا قديمه، واخراج اللاعب المصاب من ميدان اللعب. لا يجوز، بص بقى الحته اللي عملها دي، لا يجوز للاعب المصاب بما فيها حارس المرمى بتلقي العلاج داخل الملعب. تعالى لي بقى. تعالى بقى يا عم شريف، وتعالى يا مش عارف مين ومين بقى اللي بيقعدوا بقى كل شويه، يبقى كسبان 2-0 ولا حاجه، عايز يهدي اللعب اهو يروح واقع. لا يا حبيبي، قانون راح شايلها خالص. قال لك حارس بما فيهم حارس المرمى. طبعا انتوا عارفين اللعيب المصاب طالما نزلت الايد الطبي لازم يطلع معاه برضه. دلوقتي كمان الحارس، تعالى اعمل بقى اللي انت عايز تعمله. فيك الحارس هينزل هتاخده وتطلع فين؟ تطلع بره، وهينزل مكانه ايه؟ لمنطقه التبديل الحارس البديل. اتفقنا؟ مش هتبقى عارفين هو دلوقتي. حلو 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 القانون ده ليه يعني؟ حلو ده. طب تصيب الحارس وراح لعيب زميله يعلم. مش حارس ملعب يعلم. ماشي حضرتك، فلنفرض ان هو كرام. لا مفيش اي حاجه، هتاخد ده انذار وتاخد انذار. فلنفرض ان كرام. انت يعني معنى كده ان الطبيب ما تزلوش. لا مش هينزل، وانا اللي اقول. ما احنا هو بيعالج ايه؟ صحيح. بيعالج التحايل على القانون، هتروح جايب لي حته ثانيه. لا طب انا فاهم، انا كحكم فاهم. انا في حاجه فاهم كده كده
طالع ان انت تدي له انذار تدي له عقوبه فاهمني؟ طيب في استثناءات من كده؟ اه في استثناءات زي ما في نقول لك على ده شواذ. الاستثناءات بقى ايه؟ ضرورة مغادرة اللاعب المصاب ده للعب باستثناء الحالات اللي هقولها دي. اصطدام حارس مرمى مع لاعب اخر، يعني انا شايف ان حارس مرمى طلع فعلا وقع فعلا واصيب في لعب، انا كحكم قيمت ان هم خبطوا في بعض ووقعوا ايه؟ واصيب. هنزل العلاج الطبيعي يعالجه وهسيبه في الملعب. هسيبه هو وهسيب اللعيب كمان اللي اتحرك معانا. تمام؟ دي مسموح بيها. انا اللي اقول بقى يعني حط الكرة فين؟ في ملعب مين؟ في ملعب الحكم في الحته دي. تمام؟ طيب اصطدام لاعبين او اكثر من نفس انت خلي بالك انا بقول لك ليه حط اللي حطها في ملعب الحكم؟ لان ممكن حارس يروح عامل ان هو استهبل كده يروح خبط في لعيب وراح واقع. لا انا شايفه قال لك ايه؟ واحتل للعنايه الدوريه. يعني انا شايف فعلا ان في اصابه. انا اللي شايف ان في اصابه. انا هروح اقول لك قوم ساعتها حتى لو بتعمل انت خبطت لو انت عايز ده تتخيل انا عملت انت خبطت اروح جاي لك ورايح لك قوم. يبقى انا شايف ان انت مفيش مش محتاج العلاج فانت بتستنى. قوم عايز علاج تعالى خد الشيلو بقى. حتى لو صابت وانا شايف ان هو مش محتاج انا هطلعه. طيب استضام لاعبين او اكثر من نفس الفرقه تدل على نفس الكلام. لو اثنين لعيبه من نفس الفرقه اهو مش معقول هنزل بتاع اطلعهم وشيلو بره. تلعبوا ثلاثه في الملعب ما ينفعش. تمام؟ خلاص؟ هينزلوا بس انا برضه شايف ان الاثنين يحتاجوا عنايه هعالجهم في الملعب بسرعه. حسب تقدير حضرتك تقديري للاصابه لان هو بيقول لي في القانون يحتاج عنايه فوريه يعني يعني انا شفت فعلا ان الاصابه وهم فعلا لازم يجي لهم حالا حد يشوفه. تمام؟ طيب وقوع اصابه خطيره زي بلع لسان ارتجاج في المخ اي حاجه نزيف في الكلام اللي هيحتاج يتوضا بسرعه في الملعب سيب اهم حاجه في اللعب كله سلامه الايه؟ سلامه اللاعبين. خلاص؟ طيب العد اختلف عد على العد بتاع الحكم الحكام طبعا قرارات الحكام طبعا في حته فيها اللي هي بتاعه الحكم الثالث في بعض الاحيان يشير او يبلغ احد الحكام المساعدين ان مخالفه بطاقة صفراء او حمراء ولكن الحكم الثاني مش هيرد في ساعات حاجات بتتم من ورا الحكم يعني مثلا اتجاه اللعب كده والحكم الثالث شاف مخالفه الناحيه الثانيه واحد ضرب واحد جوه الملعب واحد ضرب واحد جوه الملعب واللعب اتلعب وطلعت اترمي رمي مرمى وما لحقش يبلغ الحكم بقى اللعب وقف واستؤنف وقف واستؤنف. طيب قال لك يظل الحكم من حقه ان هو يدي العقوبه الانضباطيه بعد الكلام ده يعني مثلا الاثنين ضربوا بعض هوب ده ضرب ده ده ضرب ده او ده او كان معاه ضرب تكون ايه؟ هروح للكابتن محمود واروح مديله ايه؟ كابتن ايه؟ لحمه لكن هستهدف ضربه حره مباشره لا فهمت عليه لان اللعب ايه؟ لان اللعب استولف طالما اللعب استولف زي ما انا بحتسب هدف وارتدي رقمه في البدايه والعب رقمه في البدايه وبعديها يجي لي حد من بره او بقتنع بعد كده ان الهدف مش صحيح بقتنع بعد كده ان الهدف مش صحيح الهدف هيتحسب ولكن هعمل تغيير في الايه؟ في الحال هو ما بقاش يكون فيه فاهمني زي اي استئناف لعب بعد حدث مش هقدر ادي مخالفه يعني مش هقدر اديك مخالفه ولكن هيظل العقوبه النقطيه هي العقوبه النقطيه اديك انذار او اديك كارت احمر من حق ان انا اديك انذار او كارت احمر حتى لو بعد استئنافنا ايه اللعب هرجع للعقوبه النقطيه بس لكن مش هرجع للاستئناف مش هلغي لا مش هلغي حتى لو دخل هدف واستئنفت وبعدين جه قال لك بعديها إيه؟ شغلت كيف؟ شغلت كيف؟ هنعمل ايه؟ ما هو خلاص قانون لا ما هي لو جت جول انا لسه ما استأنفتش انا لسه ما استأنفتش يعني دخل يعني ضرب واحد هنا او انت ضربت واحد في الحته دي ولسه انا ما استأنفتش لا هرجع للمخالفه واضطر واضرب انا بتكلم ان انا خلاص كمان استأنفت رقم من البدايه وبعدين جاب لك يا ابني ده انا قلت لك ان كان ضرب اتكلمني بعد ما انا طفت لا اذا طفت لسه مرحله الاستئناف التاليه ما جاتش. لعب وقف وما استأنفتش من حقي اني اعمل كل حاجه انضباطي والتكتيكي والفني يعني. خلاص؟ طيب الاشارات العادي كنا احنا ما كانش فيه في القانون لحد 15. يعني 1 2 3 4 لحد 15. صح؟ طيب دلوقتي قال لك ان انا اقدر اعد بعد كده كمان. قال لك ان اقدر اعد ازاي؟ 30 مثلا، عايز اقول رقم 30. اروح للدكه اقول رقم 30 اقول له 3 و0 30
هما بيكتبوا مثلا 72 مثلا 72 يعني 32 هما ما بيقولوش الاثنين الاول هو بيقولوا ايه 32 فبيروح قايلين الثلاثه وبعدين يقول لك اثنين يعني رقم اللاعب عندي 32 دي كده الاشارات الجديده وحتى لو انت مثلا 69 69 طيب الست هتتقال الاول ليه؟ لان 69 60 ماشي 9 تمام؟ خلاص دي الارقام اللي هي بتبقى كانت صعبه على الحكام ان هم يشيلوا بيها لان ما كانش عندنا حد في مصر. طيب دلوقتي العد اختلف والحاجات اللي احنا بنعد عليها ظاهريه اختلفت. ده معنى الرقمات الحره كمان المباشره وغير المباشره هيعد عليها. طبعا كنا بنعد على المرمى رميه المرمى تمام؟ الركله الركنيه رد التماس حارس المرمى اللي مستحوذ على الكره في نص ملعبه تمام؟ والركلات الحره احنا كنا بنعد عليها بس من تحت او بنعد عليها في سرنا ما كانتش معلنه عشان ما اقولش ايه ده هي ركله حره مباشره ركله حره مباشره. دلوقتي هتعد بقى العد ده ازاي؟ 1001 1002 1003 1004 تعمل الاربع ثواني لان انت عديت الاربع ثواني في جميع بقى اللي انا قلته ده الركلات الحره حتى لو هي ركله حره ايه؟ غير مباشر عشان انا برفع ايدي بس اعد عليه 1 1002 1003 1004 طب بعد نادي العدد القرار هي بقى على حسب استهلاك يعني لو رميت مرمى على نفس الفريق لا انا بتكلم على الضربات الحره بالذات الضربات الحره تبقى ركله حره غير مباشره عكسيه اجي ركله حره يعني يعود الاستحواذ للفرقه الثانيه بس بركله حره غير مباشره ومش هتلعب غير بالكنترول من الحكم. مش هتلعب غير بالكنترول من الحكم. بمعنى مثلا يبقى انت لا انا اللي طالما انا غيرت بقى يبقى انا اللي هصفر في الاستئناف. طالما انا عملت ايه؟ انت دلوقتي بتلعب ركله حره مباشره واتجاهك كله كده. وتاخرت في اربع ثواني، ركله حره مباشره ما يجيش واحد اللي هو الفرقه تلعب تك ولاعبها تك لا 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 لازم انا بقى اديك الصفاره لان انا اللي فهيبقى استئناف اكن انا مصفر مثلا اللي هي حاجه في الملعب او مصفر اللي هي بدايه دي هتلاقي ليها استئناف وصفاره ليها استئناف وصفاره مش تك بسرعه معاك في الشارع ماشي تمام؟ طيب ايه هم اللي ما لهمش العد عندي؟ يعني مش هعد عليك اربع ثواني فين؟ في حاجتين ركله البدايه وركله الجزاء ركلة البداية وركلة الجزاء، طب ركلة البداية وأنا شايف إن الحق إن اللعيب الآخر هياخد المظاهرة بس هيلعبها تاني عادي. أو بعد هدف بعد تسجيل هدف. يعني مثلا فرقة مثلا كسبانة 4 5 3 مثلا ودخل فيها جول. وشايف اللعيب عامل متأخر بقى بتاع مش هعيد إلا أربع ثواني. ولكن من حقي إن أنا تأخير استئناف اللعب إن أنا أديك إيه؟ إنذار. وهيعيد على كام ركلة البداية بتاعته. طب ركلة الجزاء نفس الكلام. ركلة الجزاء من العلامة الثانية تعامل معاملة الركلة الحرة. يعني ركلة الجزاء من العلامة الثانية هعد عليك. تمام؟ ما عدتش غير مباشر من علامة الايه؟ الجزاء من الثانية. اللي هي 10 طيب العد على الحارس. تمام؟ نفس الكلام. يبدأ من جوه الملعب ولا من بره الملعب؟ قال لك في القانون ايه؟ قال لك في القانون لو انت شايف ان الحارس ان الكرة قريبة من الحارس وهو ما راحش جابها بتديله الصدمه بعمل كده بتديله الصفاره وتبدا العد هو هيضطر يرجع يجيبها ليه؟ هي جنب العرض مثلا هي جنب العرض انت شايف ان هو بيأخر ورايح يجيبها يعني هي بره هنا قدامه هنا مثلا او طلع يجيبها مثلا فلفها لا طلع يجيبها مثلا لف من ورا المرمى او راجع بالراحه بكسل هتستنى انت بقى ما يخش جوه وبعدين تروح معدد عليه لا انا بديله صفاره تيت اروح معدل عليه خلصت العد عليه غير مباشر من على اقرب نقطه لحدود منطقه الجزاء لان تبقى ايه؟ كابتن محمد بالنسبه للباور بلاي يا كابتن لازم الكوره تيجي من الخصم؟ لازم يعني ايه؟ الباور بلاي لازم الكوره تيجي من الخصم يعني لازم انا الكوره تيجي من الخصم عشان ابدا اطلع الجون بتاعي؟ لا الباور بلاي بلعبه في اي وقت انت 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 اللي انا بحكمك في الباور بلاي ايه فيه؟ ان الحارس اللي هيلعب باور بلاي يبدل صح ولازم التيشيرت بتاعه انا فاكر كابتن في الملعب ايوه في الملعب انا كابتن الكوره مع الجول
اللي هو المفروض لازم لما يجي يعدي لازم يعدي لازم يعدي نص الملعب يعدي عادي لا مش محكم باي حاجه كابتن محمد فرج قال لك لازم الكوره تيجي من الخصم لا بص هو ده تيجي من اللاعب تيجي من الخصم بتاعي الخصم لا 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 ممكن تكون ما فهمتش حاجه انا كحارس مرمى كحارس مرمى عندي رمية مرمى ليا ولعبت رمية المرمى وطلعت عشان اعمل باور ايه؟ باور ودخلت ما ينفعش انا اللي داخل اللعيب اللي داخل ان يلمس الكوره في نص الملعب دي لانك انت امتداد للحارس امتداد لمين؟ امتداد للحارس ما ينفعش هتحسب عليك يا محمد باشا ان انت لمست الكوره لمسه ثانيه اذا استمرت فين؟ داخل داخل نص ملعبك لازم تحت نص الملعب لو انا لا افرض انا دخلت لعبت الكوره ثانية واحدة ثانية انا لعبت الكوره كحارس وخرجت بره وبدلت مع باور بلاي وباور بلاي دخل ودخل نص الملعب وزمايلي عمالين بيقلوا الكوره في نص الملعب الثاني ماشي في نص الملعب الثاني وانا لسه ما لمستش ورجعت نص الملعب الثاني واتلعبت لي غير مباشر طالما لم تلمس خصم او تخرج خارج الملعب هتعتبر اللعبه نفسها متكمله معاك او تخطى من نص ولو لعبه جديده يا كابتن يعني لو طالعه بره مثلا او لو انا بقى كنت باور بلاي في الملعب لو انا باور بلاي في الملعب وتعبت مثلا رغم التماس من نص ملعبي بس مش انا اللي لعبها وانا ما اشتركتش فيها كلاعب باور بلاي تتلعب عادي ليا بقى ان انا ارجع المس لمسه تبقى اللمسه الاولى دي بتاعتي عشان كده بقول للحكام يا جماعه ركزوا ركزوا مع حارس المرمى عشان بتحصل مشكله في الموضوع الطاير بالذات ان هو لمس امتى وامتداد لمس الخصم ممكن تعمل كده والحكم اللي هنا يشوف ان هي عامل التاتش وراحت والحكم اللي عندك لسه في دماغه ان هي ما لمستش حد ما لمستش حد خالص في الحاله دي اعمل ايه؟ هيجي له الحكم اللي هناك يقول له لا يا جماعه دي اسقاط لان كانت انتهت اللعبه ومن حقه ان هو يلمس لمسه وصلت وصل السؤال اللي انا كنت عايز اساله في حاجه في الباور بلاي دي كده ولا بتهيألي مفهومه صح؟ طبعا الحكم الثالث قلنا ان هو بيساعد الحكام في المباراه وبص بيقول لي يقوم على منين اللعبه في الحكم الحكم الثاني بخصوص اي مخالفه او سلوك غير ايه؟ يقاضي من قبل المشاركين في المباراه وقد يقرر الحكم الحكم الثاني اغلب الاعتبار ولا يعني انت ممكن تحكم ثاني تجي لي انا قلت انت الحكم هتبوظ الماتش ولا ايه؟ ما تاخدش بيها ممكن اخد بيها فعلا اثق فيك واقول فعلا انت ممكن تيجي ساعات للحكام تيجي مثلا تيجي تتكلم في حاجه ما تستدعيش ان انا اوقف الماتش وما اعملش اجواء المباراه نفسها ما استحملش ان انا اوقف الماتش ساعتها. يعني ممكن اخدها في اعتبار ممكن ما اخدهاش تمام؟ تحت شرط الحكم والحكم الثاني رقم دخول اللاعب الذي غادر ميدان اللعب تسعين معدات. طيب. اللي خرج عشان يصحح معداته بيخرج ازاي؟ انا كحكم بشوفك مثلا انت لابس ستريتش مختلف مثلا. لا غير الستريتش ده. مش معناها ان غير الاسترتش ده انت تطلع حالا تغير الاسترتش ده وتسيب الملعب. لا اقرب توقف اجي ابص عليك تاني عملت اللي انا قلت لك ولا لا؟ ممكن يكون لابس دبله ولا لا دبله. في ساعتها هو بيلعب واللعب شغال اروح الاقي حد طف الشراب او يديها اتجاه بسرعه هيسمح لي اللعب اه هسمح طالما عدل اللي انا كنت عايزه منه واللعب شغال العب. انت واقف لو اول توقف تاني لقيت الدبله لسه فين؟ لسه في ايده لا اطلع لبابا هيطلع فين؟ هيطلع بره. هينزل لوحده كده؟ هينزل الملعب؟ اكيد بقى طبعا احنا كرة صالات مش هفقد انا لعيب هبدله. هفقد انا انت ما بدلوش وانت محتاج اللعيب ده. ما تبدلش انا بكلمك ان هو ايه؟ ما تبدلش وخرج. هيعمل ايه بقى ساعتها؟ الحكم التالي اقدر انزله؟ انا اقدر انزله معاك؟ لا ما اقدرش انزله لحكم تاني. باشراف مين؟ تحت اشراف الحكم او الحكم التاني. يعني الحته اللي هو خارج منها ها؟ لازم مثلا ايه انزل ناحيه الحكم الثاني ولازم الحكم الثاني اللي ينزله. والتوقيت اللي هينزلك فيه انا اللي اقول عليه. مش هنزلك مثلا تبقى الفرقه الثانيه جايه بهجمه وانت ولا كابتن عايز اشعل. انا بنزلك عشان تطلع هجمه ما ينفعش. يبقى تديك الحكم في الورقه تنزلك هو اللي ايه؟ الكوره انت فرقتك مستحوذه على الكوره والدنيا تمام؟ انزل. تمام؟ يبقى هي دي تحت اشراف الحكم على الحكم الثاني. ما ينفعش الحكم الثالث هو اللي ينزله. الحكم الثالث بيشمشل فين بقى؟ اللي هو يسمح من غير الحكم الاول والثاني تبديل. تبديل اشوف وممكن لو تبديل مخالف يروح يبلغ مين؟ الحكم. طيب في حته في الاصابه مهمه جدا ونسيت اقول لكم عليها. الاصابه يا جماعه اللعيب اللي هيخرج مصاب اللعيب اللي هيخرج مصاب مش هينزل غير منطقه التبديل بتاعته. مش هينزل غير منطقه التبديل بتاعته. حتى لو طلع بره واللعيبه بتاعته بتلعب مثلا يلعب مثلا اربعه وانت محتاجه وهو طلع مصاب مع الدكاتره بره
مش هينزل غير منطقه التبديل، يعني لو طلع من الناحيه الثانيه مش هيعرف ينزل. هيلف وينزل تحت اشراف الحكم الثالث في منطقه التبديل. يبقى اذا اتغيرت اللاعب المصاب ينزل، ما ينفعش ينزل من الناحيه كده كده. حضرتك حتى هو لو اصيب وخرج من اي حته من الملعب لازم المدرب يغير، مش هيلعب ناقص بس هينزل بس. وبناء على ان في انت عارف ينزل يبقى لازم يلف عشان ينزل. انت عارف ليه عمل كده؟ عارف ليه عمل كده؟ عشان زي ما هيمسك الحارس المرمى ان هو يدلع ويقع كل شويه وبتاع، مسك اللعيب كمان. ما اللعيب ما هو لو عرف ان هو لو اصيب لازم يروح فين؟ ينزل من منطقه التبديل. انت فاهمني قصدي ايه؟ تحت اشراف الايه؟ الحكم باذن منه. مده المباراه طبعا 20 دقيقه وينتهي الشوط بعد تلبس الاشاره الصوتيه. كان زمان ينتهي الشوط مع صفات الحكم. يعني مثلا انا مثلا بسدد على المرمى والكره في طريقها والساوند راح الهورن راح ضرب او المقاضي راح مصفر بنهايه الايه؟ الشوط الاول او الثاني او الفتره، تمام؟ لازم الحكم عشان ما يصفرش صفات النهايه بيستنى نتيجه الايه؟ اللعب. دلوقتي لا، لو الهورن صفر دي انتهاء المباراه، حتى لو الكره راحت وداخله المرمى والهورن ضرب، يعني المرمى اهو، خط المرمى اهو، وهي ماشيه راح خلاص هي راح على المرمى، الهورن ضرب هنا، دخلت الهدف ملغي. الهدف ملغي. طيب امتى بس امتى هسيب الهورن؟ يعني مثلا ايه؟ يعني انا مثلا رايح بالكوره واتعمل معايا خطا وصح لحظه الخطا وتعمل معايا راح الهورن ضرب. اتعمل الخطا ودي ضرب. لا، هلعب الركله. هلعب ايه؟ الركله. انت بقى لما تكون خطا متراكم سادس او ركله جزاء بس. يعني ركله حره مباشره وتعامل معايا الكلام ده ضربت. لا، يعني انا اصلا خطا الرابع الثاني الكلام ده لا. الاثنين دول بس. كوره وهي في الهواء. المهم ضرب. لا خلاص. ثبت. انتهاء المباراه دلوقتي بالهرم. انتهاء المباراه بالهرم. خلاص. يعني كرة في طريقها المرمى. تييييت جول. مش هتحس بجول. ملغي. تمام شباب؟ قانون الوقت. طيب استنى انت بس بعد الهورن، يعني بس تعمل معايا خطا وهوب الهورن ضرب. ما ممكن تبقى اجزاء مش ثانيه وقبل الجزء مش ثانيه تروح معمول خطا. اتعمل معايا خطا بس الهورن ضرب. طبعا المقاضي خلاص الهورن ضرب. تمام؟ ارجع لحد الخطا المتراكم السادس او ركله الجزاء. وبرضه ليهم شروط في اللعب التنفيذ. انا هلعبها امتى بقى؟ هقول ان الماتش انتهى. امتى اقول الماتش انتهى؟ اهو عندما يحصل توقف الكره عن الحركه. يعني انا لعبتها طبعا في ركله الجزاء معاك الثانيه لازم اسدد باتجاه المرمى. ما ينفعش تتباصى، ما ينفعش الكلام ده، لازم يبقى اللي هيسدد او اللي هينفذ يبقى فيه ايه؟ نيه التسديد على الايه؟ على المرمى. يبقى اذا توقفت الكره عن الحركه خرجت خارج الملعب. تمام. لعب الكره من قبل اي لاعب بما فيها الراكن، يعني لو اتلعبت مره ثانيه من راكن او من اي لاعب ثاني باستثناء حارس المرمى المدافع، لان لو اتشاطت وحارس المرمى صدها ودخلت هحسب الهدف. يبقى لو قلت اي لو لمسها اي لاعب يبقى لو حارس صدها ودخلت مش هحسبها، لكن قال لك باستثناء مين؟ حارس المرمى المدافع. يبقى اذا كده راح هحتسب ايه؟ الهدف. انما في ركله الجزاء الاساسيه اللي داخله في اللعب الحكم لما بصير ما انت هتنتهي المباراه امتى؟ لا حضرتك انا لا في اللعب العادي اه انا بتكلم لو عندك وقت في ال 40 دقيقة لو عندك وقت من حقي ان انا بصيها لو عندك وقت دي اللي في الحالة دي مش هعرف ابصيها دي لا يتم البصيرة مش هعرف ابصيها انا مش هعرف ابصيها لان انت لو عملتها كده بعدين مجرد واحد زميلك يجي يلبسها انا هصفر عليك ان انت نهيت الماتش انت حاجة انا هصفر انا نهيت الماتش انا بقول لك برضه لا تحترم محمد الهرم والصفارة الهرم لا صفارة الحاجة الهرم الهرم اللي بين دي تؤكد النهائي الانتهاء ولكن اللي بحاسبك عليه في اهداف في حاجات في الكلام ده كله الهرم اظن دي كده الجمله اللي مكتوبه في القانون القديم يبقى كده اتلغت اي حاجه بص يا كابتن المباراه الا مش انسى يا كابتن القانون القديم ولا احنا لو قعدنا نتكلم في القانون الجديد هتقعد تتكلم ثلاث ايام انا جايب لك حاجات بس اللي انت هتستخدمها وكمان ممكن يعني ممكن تفهم من بين السطور حاجات ثانيه. انت فاهمني؟ يعني تاخد الحاجه دي تطبقها على حاجه ثانيه على حاله ثانيه، ولكن انا بقول لك الحاجات اللي هي ايه؟ اللي تقدر تستخدمها، عشان كده بقول لك احنا
عندي ماتش. مش دعوه عصام. لسه الحاجات مهمه والله. ماشي والله ما انا عارف ما انا عارف كده. ايقاف اللعب من الحكم او الحكم الثاني بسبب مخالفه من قبل الراكل او مخالفه من قبل فريق الراكل. يعني انا لو بلعب الكوره نفس الكلام وحصل مني مخالفه، عملت مثلا عملت فينت او عملت حاجه، او مثلا بعد الصفاره زميل الراكل مثلا كان تجاوز الحدود ال 5 متر قبل الكوره ما تتلعب، خلاص اللعب انتهى. تمام؟ طبعا في المباراه عادي بعمل ايه؟ بعملها غير مباشره. تمام؟ طيب. طبعا تم احراز هدف والمادة مش عارف ايه خلاص تمام. استراحه ما بين الشوطين لا يسمح بتمديد اشواط اللعب في اي حاله اخرى، يعني اي حاله اخرى غير ركله الجزاء من العلامه الثانيه او ركله الجزاء مش همد الايه؟ الشوط عشان انفذ اي اجراء. استراحه ما بين الشوطين طبعا 15 دقيقه، هو حدد الحته دي عشان لما بين الاشواط الاضافيه يسمح ان ممكن احط في القانون دي شرب ميه التي لا تتجاوز دقيقه، هي معتقد انها جايبها لك عشان ممكن يكون الشوط لو في شوط اطفال اضافيه كانت اصلا تلعب الشوط وتقوم مبدل على طول، مش الكلام ده. يسمح بالدقيقه، كده كده اصلا انت بتاخدها دي. مش عارف ايه وبتاع، هم حطها في القانون عشان ما يقولش اننا ايه؟ ان احنا بنعمل حاجه مخالفه. تمام؟ نخش بقى على ركله بدء واستئناف اللعب، ركله البدايه. باختصار ركله البدايه من حق منفذ الركله ان هو يكون في منتصف الملعب الايه؟ الاخر. تمام؟ من حق منفذ الركله فقط، يعني ما يبقاش اثنين لعيبه في الناحيه الثانيه، وما ينفعش لاعب يكون انحيادي ولاعب ثاني يجي ينفذ له. فاهم قصدي ايه؟ يعني مثلا ما فيش انا نص ملعبي هنا واللعيب اللي هينفذ الركله هنا واجي انا بقى ثاني اروح مديها له قدام، لا ما ينفعش. لازم اللي عدى قدام ده هو اللي ينفذ. طالما مش هتنفذ ما تعديش. لو مش هتبدا الركله انت ما تعديش، يبقى منفذ الركله بس هو اللي يكون في نص الملعب ايه؟ الخصم. تمام؟ وجميع اللاعبين على بعد 3 ايه؟ متر الخصوم، جميع اللاعبين الخصوم اللي هي الدايره اللي انا قلت هي الحاله الوحيده اللي بيبقى جميع الخصوم على بعض اقل من ايه؟ من 5 اللي هم 3 متر. يعني واحد ولا زي ال 11 كده ولا صح؟ ايوه زي ال 11. انا مسكت كده التعديل. تمام؟ ما هنمشي بيها بقى كمان. ممكن احطها في نص ملعبي، يعني ارجعها لورا. يعني بقت اصبحت الكره في اللعب انت عندما تبطل وتتحرك بهدوء، تبطل وتتحرك بهدوء بس. ما قالكش تبطل وتتحرك للامام، ما عادش كلمه الامام دي ثلاثه. ايوه صح. تبطل وتتحرك بهدوء. ممكن لسه بقى ما جاي لك بقى 70 دقيقة. تمام؟ طيب اللي الثاني بقى الزيادة ينفع إن أنا أحرز منها هدف مباشرة في مرمى الخصوم. في مرمى طب افرض أنا شطها برجعها هتلاقيها داخلة في المية مباشرة. خلي بالك لو لمست الحارس ودخلت دي ما تبقاش مباشره. لو لمست الحارس الناحيه الثانيه ودخلت عادي كده كده انت بتعملها مباشره. لكن الحارس عندي انا لو برجعها لورا من في نص ملعبي ركله البدايه ولمست الحارس بتاعي دخلت مش مباشره دي هدف. مباشره يعني ما لمستش حد. تبقى ركله ركنيه. استئناف بالركله ايه؟ اتفقنا؟ تمام؟ ماشي. نخش على حاجات اسقاط الكوره بسرعه. عندما يتم ايقاف اللعب فانه يتم اسقاط الكره لحارس المرمى، يبقى اذا انا لو وقفت الكره داخل منطقه الجزاء بتاعت الحارس، يعني لو حصل اي حاجه وانا وقفت عشان مثلا وقفت عشان اعالج لاعب والكره ساعتها كانت في منطقه الجزاء الحارس، هعمل الاسقاط للحارس داخل منطقه الجزاء. هعمل اسقاط الحارس فين؟ داخل منطقه الجزاء. زمان كان اي اسقاط للحارس بيتعمل من على حد القوس. اي اسقاط للحارس بتعمل على حد الايه؟ القوس. دلوقتي ممكن طالما اللعبه كانت داخل منطقه الجزاء بعمله اسقاط جوه. اسقاط فين؟ للحارس نفسه. حتى لو مش معاه؟ هي حتى لو مش معاه، حتى لو هي جوه الحدود وصفرت على حاجه ثانيه خالص. تمام؟ وانا هستأنف في اسقاط. طالما هي كانت الكرة جوه حدود المنطقه كله بيروح بعيد على 2 متر او خارج منطقه الجزاء او اعمل له اسقاط. تمام يا شباب؟ إذا كانت الكرة داخل منطقة الجزاء أو آخر لمس للكرة كان داخل منطقة الجزاء، يعني اتلمست وخارجة هي لسه وخرجت بره وأنا وقفت حتى وهي بره بس كان آخر لمس مين؟ لمسها واحد داخل منطقة الجزاء. تمام؟ يعني خرجت بره ولسه ما لمستش حد بس كان آخر لمس ليها جوه منطقة الجزاء، يعني أنا بطلعها وطلعت بس أنا رحت مسافر عشان أوقف وأروح مرجع فين؟ للحارس بره. اتفقنا؟ لكن لو لمست واحد تاني بره تبقى مع اخر واحد اتلمس، هسقط لفريق اخر واحد اتلمس. ماشي؟
في جميع الحالات الاخرى يكون احد الحكمين بيسقط الكره للاعب واحد من الفريق الذي لمس الكره اخر مره في المكان من المكان الذي لمست الكره فيه اللاعب. يعني مثلا هتلعب الكره منطقه الجزاء اللاعب عادي بقى وخبطت في جنب بره بره منطقه الجزاء في حته في الملعب وانا رحت بعد ما خبطت راحت في حته وانا مثلا وقفت قبل ما تلمس اي حد تاني هروح للفريق لاي لاعب من فريق كابتن محمود مش لازم كابتن محمود اللي هيعمل الايه؟ مش هديله اسقاط هو مش لازم مش شرط ان هو اللي يعمل الاسقاط ده واحد الفرقه وجميع اللاعبين بما فيهم زمايلي على بعض 2 متر على بعض 2 متر تمام؟ باسقاط الكره لاعب واحد من الفريق الذي لمس الكره اخر مره في مكان لازم يمسك فيه الكره فيه اللاعب او العامل الخارجي او حكام المباراه. طيب يبقى اذا لو خبطت حكام المباراه دلوقتي وهو داخل الملعب ما صحيحش كره في اللعب بقت الكره ايه؟ سكوت تمام؟ يبقى اذا برضه نفس الكلام لو خبطت الحكم ولو هو كان موجود مؤقتا جوه الملعب بتعمل اسقاط لاخر الفريق كان ايه؟ كان لمس الكره. طيب يجب ان يبقوا جميع اللاعبين الاخرين من كلا الفريقين على بعد مسافه كامل؟ 2 متر. يبقى اذا الاسقاط بقى دي ابعاد؟ دي بعد بس بتبقى على بعد 2 متر. زي الثانيه 5 متر دي 3 متر، لكن ده 3 متر واي رقلات 5 متر دي فيها 2 متر تبقى بعيد. جميع اللاعبين بقى حتى زمايل اللي عامل اسقاط بس هو اللي ايه؟ اللي معاه الكوره. تمام؟ طبعا الاسقاط بيسقط امتى؟ لو لمست الكره لاعب قبل ان تحدث اتصال مع الارض. بتعاد امتى الاسقاط؟ يعني انا بعملها كده واللعيب راح لمسها قبل ما تلمس. طيب او لمست الارض وخرجت بره قبل ما تلمس حد اسقاط. لو لمست الارض ودخلت المرمى اسقاط. تاني بعيد تمام؟ طيب في حاجه كمان اذا دخلت الكره مسقطه للمرمى بدون ان تلمس على الاقل 2 لاعبين يبقى اذا انا بعمل اسقاط كده ولعيب واحد اخذها ومشي بيها وراح ما لمستش حد وحطها وكان اصلا جايله من اسقاط مش هحسب الهدف. ها كابتن محمود لو اسقاط دلوقتي اتعدلت كان عادي لازم يلبسها لاكثر من لمسه كان الاسقاط بتاعه اكثر من لمسه مش من لمسه واحده مش مباشره من لمسه واحده دلوقتي بقى 2 لعيبه لازم يلمسوها. يعني انا لعبت الاسقاط لمست الارض امشي رقصت جبت جول مش هحسبها تبقى رميت مره تمام؟ طيب لمست واحد ثاني هحسب الهدف ما لمستش واحد ثاني مش هحسب الهدف خلاص؟ طيب اذا كانت بظروف غير يعني مثلا لو عملت الارض وخبطت عملت الارض وخبطت في لعيب عشان في ميه في الارض ودخلت المرمى بتاعه دخلت المرمى هو كان لعيب واحد المفروض تبقى ايه؟ ركنيه لان اصبحت في اللعب وخبطت في الارض لمست لعيب واحد ودخلت في مرماي انا تبقى ركنيه. يعني لو انت بتعملها للحارس ولمست الارض الحارس جاي يمسكها كده ودخلت في المرمى تبقى ركنيه لان ده لعيب ايه؟ لعيب واحد مش هتحسب. لو في ظروف مثلا كان في ميه في الارض وهي عملت كده تعادل الاسقاط اي بقى اي ظروف خارج عن اراده اللاعب نفسه تأديل حكم برضه؟ طبعا تأديل حكم تمام؟ الكرة داخل وخارج اللعب تعتبر الكرة خارج اللعب عندما تجتاز الكرة بكاملها خط المرمى خط بس يتم ايقاف اللعب من قبل الحكم تصادم الكرة بالايه؟ بالسقف. تعتبر ايضا الكرة خارج اللعب عندما تلمس الكرة حكام المباراة. يبقى لو لمست الكرة حكام المباراة تبقى ايه؟ بتبقى داخل الميدان هتبقى فين؟ في اللعب. انت بقى لو بدا الفريق بهجمه واحده يعني انا خبطت انت لعبتها راحت خبطه فيا راحت راح لزميلك عامل هجمه واحده او خبطت فيا وغيرت الايه؟ الاستحواذ بتاع الكوره يعني خبطت فيا راحت الفريق تاني راحت خلاص هي بقى لو عملت هجمه واحده يعني انت لعبت ايه؟ وخبطت فيا وراحت لزميلك اللي راح انفراد او هنعمل هجمه واحده لازم اوقف وعاملك انت الاسقاط لاي واحد من الفريق المكان اخر اللمس بتاعك انت شوف انت لمستها منين اخر مره وروح لها انت واعمل من مكان اي واحد في فرقتك واعمل له طيب ايوه زي 11 انت لمست هنا انا جوه الملعب وفضلت جوه الملعب بس راحت الاستحواذ غيرت استحواذ يعني راحت الفريق الثاني برضه نفس الكلام نفس تذهب وكلها مش شرط اللي دخلت المرمى يعني لو خبطت فيا وانا جوه الملعب ودخلت المرمى مش هحتسب لها ثلاث حاجات غيرت عملت هجمه واحده دخلت في المرمى غيرت الاستحواذ كده حضرتك الحكم بره. لا ساعات ممكن انت ساعات انت مثلا بتلعب وانا واقف على الخط وخبط فيه وانا على الخط ودخل. بمؤاخذه الخط. ممكن وارد مش عايز اتحرك فوارد اتلعبت وخبط فيه وانا جوه الملعب وعملت كده. وارد بيحصل كل حاجه فهم حاطينها في القناه عشان اي حاجه تحصل.
تبقى اسكوب، لانك قبل كده كانت بتبقى ايه؟ العب ليه وانت طالما في الملعب ما لعبتش بقى احتساب هدف. طيب دي مهمه جدا، الحته دي مهمه جدا. يحتسب الهدف عندما تجتاز الكره بكاملها في خط المرمى بين القوميه تحت العارضه بشرط عدم ارتكاب مخالفه قبل الثمن. اذا تم تحريك المرمى او انقلاب المرمى من قبل الفريق المدافع بما في ذلك حارس المرمى، يعني لو حارس لو مدافع او حارس مرمى ماشي وتحرك وتحرك المرمى سواء بارادتي، يعني انا بعرف اصلا خبطت فيه غصب عني او انا رايح محركه، وانا رايح ايه محركه تمام بشكل متعمد او غير متعمد، واكد الحكم والحكم الثاني ان الكره تجاوزت بكاملها فوق خط المرمى، يعني المحيط اللي واقفه عليه المساحه اللي هي واقفه عليها دي الصندوق ده المستطيل اللي واقفه عليه اللي هي 3 متر في 2 متر، لو الكره لو انت اتحركت وبعد كده الكره دخلت في المحيط الحيز اللي انا قدرت كحكم ان هي فعلا دخلت تجاوزت الخط من ده، حتى لو المرمى اتقلب، يعني حتى لو المرمى اتقلب وانا وانا كحكم قدرت ان هي دخلت في الحيز ده اللي هو الهدف، هيحتسب ايه الهدف لو كان الفريق ايه؟ هي مساحه الاثنين في 3 تمام، المساحه المستطيل اللي هو 2 في 3 دي لو دخلت في الحاجز ده حتى لو المرمى اتقلب. اه عرفت القانون يا جماعه اتقلب خالص الكلام ده، لو اتحرك فيه الحكم بيصفر وبيعمل اسكار كان زمان، لكن كده انت تعديلات كتير. طيب افرض اللي عملها متعمد هيحتسب الهدف وانذار، هيعملها هيحتسب الهدف والايه؟ وانذار. طب لو حصل الكلام ده من فريق مهاجم طبعا بيتلغي الهدف لو اتخطب ودخلت، وانذار لو كان متعمد، مش متعمد طبعا بيتلغي الهدف، تعمل ايه؟ ففي هذه الحاله يكون الحكم حاجه ثانيه بيصور لعب مخالف لو قام تحديد المرمى بشكل متعمد، اذا قام اللاعب الفريق المهاجم بما في ذلك حارس المرمى. طب هو حاط حارس المرمى هنا في الفريق المهاجم؟ اه مش ساعات حارس المرمى بيلعب برضه ليه؟ تمام؟ بتحقيق او قام بشكل متعمد يكون الحكم الحكم الثاني من غير الهدف، واذا كان بشكل متعمد فانه يتم انذار الايه؟ اللاعب. اذا قام حارس المرمى برمي الكره بشرط الاهداف للمرمى المنافس فانه احتسب رمي المرمى، ما ينفعش يحط جون بايه؟ بايدي من رميه الايه؟ المرمى، حتى لو كرة في اللعب، لو جت الكرة في اللعب ما ينفعش تحط في الايه؟ في المرمى مباشرة. باستثناء إذا يمنع اللواحق المسافة، كانت نزلت حتة كده في التعليقات بيقول لك إن لو بتعمل الكورة وتخطي خط المنتصف بتبقى تحرك المرمى. دي اللاعبين الصغيرين والقدام اللي عاديين والمسابقات الايه؟ اللي هي اللي تحت الأعمال اللي هي ذوق العرب. ذوق العرب. بس لو في اللعب بالرجل أنت بتخش عليه. لو أنا مسكتها ولعبتها برجلي تمام؟ نمشي بسرعة بس عشان الناس تحديد ركلات ترجيح. ركلات ترجيح مهمة. ما لم يكن هناك يعني في الوقت إن أنا بعمل القرعة. بعمل القرعة مرتين، القرعة علشان أحدد المرمى اللي هلعب عليه كحكم إلا إذا كان في شروط سلامة أو وضعية الأرض أو في حاجة وضعية الإجراءات أو كده أو شروط المسابقة في الإعلان إن أنا هلعب من الحالي أروح ألعب في الحالي تمام؟ لو في شروط هعمل قرعة. هلعب على المرمى ده ولا هلعب على المرمى ده؟ تمام؟ وراح جايب عامل قرعه ثانيه بين تمرين الفرقه على اللي هيجي يا يشوط الاول يا يقف الاول. خلي بالك نفس الكلام في رجله البدايه بقى القرعه ما بيختارش المرمى الاهم يختار ياخد الكوره ياخد الكوره. لا زاد انا بقول لك اهو. كل اللاعبين مؤهلين لهم الحق بتنفيذ الركلات الترجيحيه باستثناء ذلك اللاعبين الذين اصابوا، يعني انا لو انا اصبت قبل النهايه وانا حكم عارف ان هو اصيب قبل النهايه وانا مش عايز اشارك خلاص مش هيشارك. اتفقنا؟ ماشي؟ طيب. كل فريق مسؤول عن اختيار اللاعبين، طبعا انتوا بتحط اللعيبه اللي انت عملتها، مش انا اقول لك حط لي 5 يلعب و3 يلعب والكلام ده يلعب. تمام؟ ده بعدها. عند نهايه المباراه ونهايه الوقت الاضافي وقبل تنفيذ الركلات الترجيحيه اذا كان لدى فريق مهمه جدا الحته دي جديده. لو انا عندي في فرقتي لاعبين اكتر من الفرقه الثانيه، يعني انتهت المباراه وكان مثلا بالبدل فرقه 14 وفرقه 12 دي مثلا عندها مثلا حتى فيها في السكور بتاعها قليل، في فرقه اقل من الفرقه، من حق انا ال 14 ان اقول اقرر اطلع ولا لا؟ استبعد ولا لا؟ ولكن ده بيكون قد تنفيذ الايه؟ الركلات. ما ينفعش بعد ما قلت لي يا كابتن مش هطلع حد، ده هي 14 12 مسموح خلاص الوقت دي مسموحه غير ال 11 عشان لازم تساوي قبل واثناء، يعني حتى لو دي قال لي هنا لازم تطلع من هنا تك تك لا دلوقتي لا قانون كره الصالات متعدل قال لك الفريق ده معاه لعيبه زياده وعايز يسيبهم يسيبهم تمام؟ طيب
هتيجي بقى اثناء التنفيذ تقول يا كابتن لا معلش ان انا لا اللي هيجي عليه الدور في اللي انت عايز تطلعه بره ده ومجيش لعب الركله يعني مثلا لو وسط الركلات ان الفرقه وصلنا الركله رقم 13 وما تواجدش رقم 13 اللي هيلعب ده هتعتبر الركله بتاعته ضايعه وصلت؟ وصلت يبقى انت من عندك اوبشن تسيبهم ولا تطلعهم تساوي دي من اول عندك ايه ما تجيليش بعدها تقول لي يا كابتن انا خلاص ده انا عايز اطلعهم انا زعلان لا دي بقى حاله ال 13 هنا ودول 12 يعني عادي التاني بقى هيكرر هيخلص التمرين التاني هيبدا من اي ممكن يبدا رقم 12 تاني شوف اي واحد ما انا مديك اصلا الاوبشن عشان الكلام ده من الاول انت عايز تلاعب كل لعيبتك افرض انت لعيبتك كلها بتشوط في الاخر وانت لعيبتك كلها ما شاء الله مهاريه وعايزهم كلهم يشوط سيبهم مش عشان عايز تطلع من دول عايز تطلع من هذا ما هو مش سابع بس سابع حاجه مش سابع حاجه دي كل حاجه هو هنسيبهم نسيبهم مش هتسيبهم خلاص من حق ايه لو انا خدت سكور مثلا 14 من حق احط خمسه بس يشوفوا لا لا لقيت اللي اتنهى عليه المباراه والوقت الاضافي ايه؟ في الوقت الاضافي اتصاب وانا عارف ان هو اتصاب هستبعده وهو ساعتها لكن مش بعد ما صفر لو خلص تقول لك اتصاب لا لا مش الكلام ده هيجي صوت وهيجي ومش هيجي عليه الركله هتعتبر ضايعه عشان بس ايه نبقى على نور من دلوقتي علشان نبقى على نور من دلوقتي ما حدش يجي يزعل ما انا بقول لك اهو اتفقنا مش هتبقى متفقين خلاص فهنا الامر يعود للفريق يختار تقليص العدد ليكون لديه نفس عدد الفريق نفسه ويجب ابلاغ الحكم الثاني باسمه والرقم الرقم عشان فيها برضه مستجد لا يشك لاي لاعب مستبعد المشاركه في تنفيذ الركلات باستثناء ما هو مبين يعني انا لو انت قلت هطلع اثنين واخليهم 12 زيي هيطلعوا فين؟ بره الاستثناء الوحيد ايه بقى؟ حارس المرمى حارس المرمى يعني مش هتجيب تقول اللعيب رقم خمسه هيطلع كابتن وهينزل اللعيب رقم ثلاثه انت تعالى لعيب رقم خمسه هيفضل معاك في الملعب الحارس بس المصاب اللي من حقه وساعتها دي بقى انا ما اقدرش اقول لك هو مصاب ولا لا لان الاوبشن عندك الحارس المرمى هيطلع وهينزل مكانه يا اما لاعب يا اما حارس مرمى انت كنت مستبعده يعني من الاثنين دول ممكن تكون انت كنت مستبعد حارس مرمى او لعيب من حقك تنزل اللعيب بس هيلبس حارس من حقك تنزل اللعيب بس هيلبس لبس حارس برقمه او تنزل الحارس الايه؟ التاني ده لو الحارس بتاعك ايه؟ اتصاب والحارس اللي خرب ده مش من حقه ان يرجع تاني وصلت؟ خلاص انتهى مش من حقه ان يرجع ايه؟ تاني واذا كان نفذ ركله واذا كان نفذ ركله اثناء الركلات لعبها مش هيجي عليه الدور غير لما زمايله كلهم يخلصوا الركلات وبعدين يرجع تاني واضحه؟ اظن واضحه ها؟ تمام ولكن حارس المرمى المستبدل لا يمكنه مشاركه ولا يحق له تنفيذ الركلات الترجيحيه، اذا نفذ حارس المرمى الركله مسبقا فان بديل حارس المرمى لا يحق له تنفيذ الركله في الجوله حتى الجوله الثانيه الركلات، ايه هي حتى الجوله الثانيه الركلات؟ لما زمايله كلهم يخلصوا ممكن يبدا هو لو حتى لو هو كان شايط رقم اربعه بس خلاص زمايله ممكن يشوط رقم واحد بعد كده في الجوله الثانيه، يعني ترتيب اللي جاي مش شرط بس طالما كله شاط خلاص. تمام؟ تحديد نتيجة المباراة برضو في ركلات الترجيح أثناء بقى التنفيذ. تكتمل ركلة الجزاء عندما تتوقف الكرة عن حركة أو تذهب الكرة خارج الملعب أو عندما يكون الحكم الحكم الثاني بيوقف اللعب لأي مخالفة. لا يمكن للراجل أن يلعب الكرة مرة ثانية. ماشي. إذا ارتكب بقى دي الجديدة حارس المرمى مخالفة ونتيجة لذلك تم عادة ركلة الجزاء يجب إنذاره. يجب إنذاره. يبقى إذا حارس المرمى اتأدب والكرة أسفرت إن هي ضاعت او صدت دي انذار وبعد ايه؟ الركل طيب افرض بقى الراجل هو اللي عمل فيلم انا هشرح لكم الموضوع بسرعه الراجل عمل فيلم وكون طلع وصد يبقى ده عمل فيلم وده عمل ايه؟ طلع واصفرت ان هي اتصدت اصفرت ان هي ايه؟ اتصدت كان الراجل اخطا والحارس ايه؟ اخطا واتصدت هيبقى انذار لده وانذار لده وتعادل الركله طيب ده طلع ده عمل خطا وده طلع واصفرت عن هدف ركز في الحته دي يعني راجل حارس المرمى اتقدم بس طبعا ما تقدمش اتقدم يبقى عمل مخالفه واللعيب عمل بنت وبعدين راح على عينها واصفرت عن هدف
قليله، لو كنا ثلاث ركله جزاء تبقى ايه؟ غير مباشره. يبقى اذا عندي هنا حاجه، لو دخلت المرمى ما دخلتش المرمى هي ده الفرق. لو الاثنين اخطاوا الفرق عندي لو دخلت ولا ما دخلتش. دخلت هعاقب الركل بس، ما دخلتش هعاقب ده وهعاقب ده وتعاد. اتفقنا؟ يبقى لو تصدق يعني لو اصفر التقدم ده عن هو صدها يبقى اذا التقدم بتاعه اصفر عن حاجه، قدر ان هو يعمل حاجه. لكن التقدم بتاعه ويكون الثاني عامل بنت اصفر ودخلت، فممكن يكون البنت ده هو اللي اخر حارس المرمى، يعني هو اللي طلعه بدري. يعني البنت تاخيره ده اخره ده هو خلاص اخذ وهو يطلع، فالبنت ده هو اللي اخره وبعدين دخلت. لا اعاقب ده بس مش هعاقب ده. وصلت حاله البنت؟ مخالفه اعاقب الراجل بس لو دخلت، لو اتصدت اعاقب الاثنين واعدها. تمام؟ استأتى بيس الرابطة بحيث إذا ارتكب كل من الحارس المرمى مرات المخالفة في نفس التوقيت يتم الجاري. إذا ضاعت الرجلة أو صدها يتم معاقد مين؟ يتم معاقد الرجلة وإنذار كلا إيه؟ اللاعبين. إذا تم تسجيل الهدف فإنه يتم إلغاء الهدف وتسجيل الرجلة أنها ضائعة لأنها كانت في الكرات الترجيحية. تمام؟ وإنذار اللاعب الإيه؟ الراكب. أثناء رجعت معاك الجزاء الترجيحية، إذا كان عدد لاعبي أحد الفريقين أقل عدداً فإن الفريق الذي عنده عدد أكبر من اللاعبين لديه خيار تقليل عدد لاعبيه قلناها. تمام؟ ويجب إبلاغ الحكم باسمه إيه؟ رقم الايه؟ اللاعب المستبعد. خلاص؟ دخلنا بقى مادة 12. لو عايزين تاخدوا خمس دقايق تشربوا ميه، تشربوا ميه، مادة 12 هتاخد ربع ساعة وفك على طول. ريحكم خمس دقايق؟ أنا جاي آخر مادة. اللي بعدها سهل، اللي بعدها خلاص، ده كلها رمية المرمى والكلام ده كله. بس هي خلاص يعني المادة دي غرسة شوية. تمام؟ خلاص. تلغيها ده احنا اعتبر هي على طول هتتقال على طول. حضرتك تاخد المنشاه كلها بتاعت الفرق. حاضر. يعني وزع نفسك على المنشاه. انتشر. كده ماشي يا شباب؟ طيب. الاخطاء وسوء السلوك ماده 12. انا جبت لك الاخطاء وسوء السلوك فيها ايه؟ ايه دي؟ اللي يخصكم ده للفريق. اول حاجه. عند ارتكاب مخالفه من قبل اداره الفريق ولم يتمكن تحديد الهويه اللي احنا قلناها فريق المدرب الرئيسي ايه؟ هياخد العقوبه. تمام. في حاجه اسمها التحذير، التحذير اللي هي الورنينج دي اللي هي ان انا بحذرك من غير ما اعمل معاك اي عقوبه نقطيه. انا من حقي ان انا اطلع لك كارت اصفر ومن حقي اطلع لك كارت ايه؟ كارت احمر. التحذير ده اللي هو قبل دول. اللي هو قبل دول. طيب. ينبغي عاده ان تؤدي المخالفات التاليه الى التحذير، يعني انت هتعمله ده هحذرك فيه من غير ما اعمل معاك اي اجرام. تمام؟ الدخول الى ميدان اللعب بطريقه محترمه وغير عدائيه او بدون مواجهه، يعني انت بتخش يا كابتن معلش اقول لك اطلع على الطابور ده اصول الزور يا كابتن. عادي امشيها لك. تمام؟ بس خلي بالك اي حاجه تكرار من دول هياخد هتبقى معاه عقوبه. شوف شويه يا كابتن لا مفيش الكلام ده. يبقى هتخش بطريقه محترمه وغير عدائيه مره غصب عنك فاهمني؟ في لعبه بتاع مش هديك انذار يعني حاجه هحذر بس. عدم التعامل مع الحكام وعلى سبيل المثال تجاهل تعليمات او طلب. يعني مثلا لو كابتن لو سمحت تعمل لي كده. اقول لك انا بكلمك هتروح من الطاوله وبكلمك خلاص. ماشي؟ اختلاف بسيط او منخفض المستوى بالقول او الفعل. ايه؟ يا كابتن حرام. مش حرام حرام يا كابتن. حرام انت جاي عليك تيجي 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 انذار. يا كابتن انا خلاص حرام. انا عارف. ماشي؟ مغالطة حدود المنطقة الفنية بين الحين والاخر يعني انت ممكن غصب عنك بتروح انت مش كل شويه تطلع لقدام اطلع بره السن يعني فاهمني غير الحين والاخر بس ايه ما تعملش حاجه يعني غصب عنك الملعب بتاع عشان تخش. تمام؟ طيب كابتن محمد ما بناء على الكلام ده كله لابد من اعداد لائحه عقوبات خاصه بكره الصالة. هم فوق بيبعتوا كابتن ابراهيم اهو بقى وهو هياخد الحاجات ديت. هو هيجي ابراهيم دلوقتي ما انا هقول له وهنقعد معاه هو لازم ياخد الحاجات دي كلها لانك انت النهارده بتيجي النهارده لعيب عندك عمل عقوبه او خد عقوبه وبعد حضرتك بتيجي تدور في لائحه العقوبات ما بتلاقيش الفعل ده في لائحه العقوبات وبناء عليه انت بتبقى حيران. هي انا هنقعد مع كابتن ابراهيم عشان في التعليمات اللي هي لابد من اللائحه وضع تعالى تاب خلي بالك انت عقوبات المسابقات ال 11 قربت قوي من الخماسي. ايوه انا بتكلم عن عقوبات، العقوبات مختلفه. يا باشا هتبقى هي قريب. انا بكلمك بس على حصالك في الماتش. هي حاليا في البيئه. انا بكلمك على حصالك. تمام يا شباب؟ طيب. الانذار عشان
تحذير بس من غير عقوبه انضباطيه. طيب الانذار هديك انذار طلعت انت اصفر امتى؟ من حقي هديك كارت اصفر دلوقتي وكارت احمر. طيب انت بقى عدم احترام حدود المنطقه الفنيه الخاصه بالفريق باستمرار. قبل كده كانت ايه؟ يعني كده غصب عنك يعني مره واثنين وكده. لا باستمرار لا انت عمال مصر. تاخير استئناف اللعب من قبل فريقه. خلي بالك الحته دي مهمه جدا. تاخير استئناف اللعب من قبل يعني انت فريقك انت عندك ايه؟ والكره جايه كده الكره جايه كده ناحيتك ماشي؟ بتعملها كده وفرقتك هي اللي هتلعب. فرقتك اللي هتستأنف. عشان لو مش فرقتك اللي هتستأنف هتختلف العقوبه. هتشوفها بعدين. تمام؟ الدخول متعمد الى المنطقه الفنيه للفريق المنافس ولكن بشكل غير عدائي. يعني انت مثلا في مشكله مثلا من التكه فانت جيت عليهم اديك بس بايه؟ بادب. مش رايح بتهاجم او بسرعه عدوانيه. يعني بادب يعني خرجت ورحت فعلا المنطقه اللي هناك لكن بسرعه ايه؟ بس هتاخد انذار. الشياكه هتاخد فيها انذار. تمام؟ الاعتراض بالكهرباء او بالفعل. رمي قنينة الماء او مشروبات او اشياء اخرى يعني انت شفت بس ما تسيبهاش في الملعب. رميتها كده او عملتها في الارض او كده متعصب مش عارف الكلام ده. تمام؟ إيماءات أو إشارات والتي توضح بوضوح قلة احترام الحكام المباراة على سبيل المثال التسريب السخرية. برافو برافو يا كابتن. برافو ده مسقفك يا كابتن. برافو برافو. فاهمين احنا طبعا في الباب بنبقى عارفين الحاجات دي. تشويح؟ تشويح؟ بصة يعني أنا ممكن أطردها في بصة. تمام؟ إيماءات أو إشارات مضربة بإشارة البطاقة الصفراء باستمرار. إيماءات أو إشارات بتصرف بطريقة استفزازية. استمرار او تكرار السلوك الغير مقبول. يعني كلها حاجات ايه؟ بتلف حوالين المنطلق واحد. طب الطرد بقى اطردك امتى؟ تاخير استئناف اللعب من قبل الفريق المنافس. لسه قايلك عليها لو الكره جايه لك وانت الفريق الثاني بقى هو اللي هيلعب مش فرقتك وعملتها كده اجي لك كابتن احمد. يبقى انت لو اخرت لعب الفريق المنافس اللي جاي ياخد الكره بسرعه عشان يلعب هتعمل فيك ايه؟ احمر. طيب بالنسبه للتكرار يا كابتن لو لعيب عملها لو ايه؟ لو لاعب عملها لا انا لو اشوف بقى لعيب عملها ممكن ياخد انذار برضه بس هتستنى في مكانه تعليم. انت فاهم قصدي ايه؟ ما هتيجي اللعيب خلي بالك لا لا ما هتيجي اللعيب بعدها. ما انا في القضاء وصول السلوك انا بادئ لك بالاداري خص بعد كده هجيب لك اللعيب لو عمل معاك ايه؟ هيحصل له ايه؟ فاهم؟ مخطط المنطقه الفنيه متعمدا من اجل اظهار اعتراض واحتجاج باتجاه الحكم. انت طلعت فعلا بقى وبتعترض احمد طلعت فعلا جامد تصرف بطريقه استفزازيه او تحريضيه. سخن انزل انا انزل انا يا شبيه اي كلام من اللي بتعملوه ده احمر الحمد لله. الدخول الى المنطقه الفنيه للفريق الاخر المنافس. قبل كده كنت بتخش بسرعه ما فيهاش ايه عدائيه لكن دلوقتي داخل بسرعه عدوانيه يعني رايح تضرب او رايح تهجم عليهم. في نيه منك ان انت رايح تعمل حاجه احمر. تمام؟ رمي جرمه او شيء متعمد الى ارضيه ميدان اللعب. يبقى اذا القنينه كنت بترميها من بره لبره. كنت هتتزحم من بره لبره كنت هسمح لك بالانذار انت بتنافس فبتطلع نفسك في حاجه من بره لبره. لكن انت ترمي جوه الملعب او تشوط جوه الملعب احمر. يبقى هتلاقي حاجات اللي هي الانذار متسعره شويه في الفضاحه. اظن كده عرفنا نتكلم في ايه. طيب لمس الكره بالايه؟ باليد. طيب باستثناء حارس المرمى في فيديو سيناريو طبعا على بص الماده دي ملعبيه لمس الكره باليد او بذراع. اليد او الذراع جعلت الجسم اكبر بشيء غير طبيعي يعني بقت اخذ حيز الناتشرال اخذ حيز عامله كده حتى لو ايدك في وضع طبيعي والكره متشاطه وانت رحت كده بجسمك هعتبر ان انت كنت واقف هنا وانت فردت ايدك في الرقبه. وصلت لك انا قصدي ايه؟ انا انا اهو انا اهو انا اهو ايدي بره اهي اعقب ايدي فوق مستوى الابط شولدر يعني فوق الشولدر ده فوق الكتف اعقب الهند او الذراع يعني الذراع او الهند فوق اهي تمام اعقب اهي فوق اعقب خلاص الناتشرال مش وضع طبيعي لو في وضع طبيعي مش جايه مش هعقب لكن انا واقف ستاند كده واقف والكره جت فيا وانا عملت كده وانا في مكاني ولفيت كده اهي ايدي لا اهو لا انا اهو بحيزي ايدي في الحيز اهو واقف ثابت ايوه هي رد الفعل ده
عادش فيها ان انا غصب عني، مش حاجه اسمها غصب عني. وخلي بالك هتبقى من ضمن الاخطاء الايه؟ معدود ست تراكم خمسه.
تبقى ممكن تبقى حتى انت جايب جول، انت جايب جول غصب عنك بايدك ودخلت، انت جايب جول غصب عنك بايدك ودخلت المرمى، لقيتها خطا سادس عليك وراحت عليك خطا سادس. اتفقنا؟ ماشي. بس ما تعملش مشكله في الملعب. بتعمل ايه؟ باستثناء لا تعتبر في العدم مخالفة إذا لمست الكرة يد أو الذراع مباشرة من رأس أو جسم اللاعب نفسه مسيرة القدم، يعني لو لمست لو لمست الجسم. خد بالك من الهدف اللي فاتت ده؟ اللي فاتت بالذات عشان يحكم بتاعت الإيد، بيقول لك الإيد اللي بتتحط في اللعيب بيحط في مرمى الخصوم بإيده بس غصب عنه. تروح تبقى عليه خطأ سادس. خطأ معدود هتعمل إيه؟ مش هحسب الهدف وأعمل خطأ معدود. طيب. الكلام اللي إحنا قلناه فوق بقى عكسه اللي تحت، بس لو الايد طالع ايه؟ طبيعي طبيعي. لو خبطت من راس مباشره من راس او جسم اللاعب نفسه بمزاجك في القدم، يعني خبطت في القدم وطلعت الايد اللي طالع طبيعي، العب العب. تمام؟ بقت سهله لمسه اليد. لو خبطت في ايدي مش وضع طبيعي هحسب، لو خبطت في ايدي واي وضع طبيعي. تختلف بقى مين في تقدير الحكم هل ايده وضع طبيعي ولا لا، بس بس. تمام؟ نفس الكلام من مباشرة من رأس أو جسم اللاعب وزاد القدم لاعب طبيب آخر، يعني واحد قريب منك وخبطت وإيدك طالع طبيعي مش هتحسب. تمام؟ إذا كانت اليد والذراع قريبة من الجسم وهينفجر على الجسم بشكل إيه؟ غير طبيعي، يعني كانت قريبة وما جعلتش الجسم غير طبيعي. عندما يسقط اللاعب وتكون يده لسه بتتكلم عليها لدعم الجسم. آه ولكن لم تمتد أفقي أو عمودي، ماشي؟ تمام؟ آه يعني أنا عملت وقعت، لو سندت كده احسن، لو عملت كده احسن. لمس الكره باليد باستثناء حارس المرمى فندق الجزاء تعتبر مخالفه اذا قام اللاعب لمس الكره بعمل اليد او الذراع بما بذلك تحريك اليد او الذراع الحصول على الاستحواذ او السيطره. يعني انا لو خدتها بعد ان لمسها بذراع او يدي عشان اسجل هدف او اخلق فرصه، يعني لو خبطت في ايدي نتيجه خبطت في ايدي دي مش جت جول، ان هي مش جت جول، ان انا بعمل بيها فرصه عشان انا هعمل سبين تيجي جول، وكانتش اصلا هتتحسب لو في طبيعي، بس انا عملت بيها هجمه عشان اجيب جول هتتحسب. هتتحسب لمسه اليد. تمام؟ منع تسجيل هدف. منع تسجيل هدف دي مهمه جدا. عندما يقوم اللاعب بارتكاب مخالفه ضد المنافس داخل منطقه الجزاء والذي يمنع الفريق المنافس من فرصه واضحه لتسجيل هدف، ويقوم الحكم والحكم الثاني باحتساب ركله الجزاء. لو انا احتسبت ركله الجزاء عن طريق ان انت بتتنافس مع الزميل وكانت منع فرصه محققه حراسه هدف، بس بتنافس تاخد ركله الجزاء، بيقل الاحمر للانذار. اذا كانت هجوم واحد بيقل الانذار خالص بيتلم. ماشي؟ تمام؟ يبقى اذا في فرصه محققه يتم انذار اللاعب المخالف لو كانت فرصه محققه، مع ان المفروض في اللعب في الفرصه المحققه احمر. طيب امتى ادي الاحمر وامتى ادي الاصفر؟ ادي الاصفر لو كان في تنافس على الكوره، لكن لو دافع او شد او مسك وكان عقب معاه قطعه عادي، لو فرصه محققه ياخد الاحمر. يبقى اذا بس الاوبشن الوحيد اللي انا بستثنيه لو حسبت ركله الجزاء وكان في تنافس داخل منطقه الجزاء. تمام؟ ماشي. منع هدف، منع تسجيل هدف او منع فرصه واضحه للتسجيل عندما طبعا في اللي هي المسافه، انا كحكم بحدد دي فرصه محققه ولا لا، ببص لايه؟ ببص للمسافه بين المخالفه والمرمى. تمام؟ وبص الاتجاه العام للعب، مش هقول لك اتجاه اللعب كده والمرمى كده واقول لك ده فرصه محققه حتى لو مفيش حد، بس اتجاه اللعب كده لا، اتجاه لازم العام للعب، اتجاه العام للعب يكون في اتجاه المرمى، حتى لو متجنبه هيعمل عقد بس وروح على الجول، يبقى الاتجاه العام للعب عندي متوافق. تمام؟ طيب احتماليه احتفاظها والكره او تساوي السيطره، احتمالية احتفاظ ممكن تكون مع الكره مع كابتن ان انا بلعبها لي بينيه وهو بيلعبها بينيه، انا بتشد في السكه وانا رايح اجيب كوره، تبقى برضه ايه؟ احتماليه احتفاظ، ما هي هتجي لي هاخدها لمسه وهو انا والدور، تبقى احتماليه احتفاظ تمركز وعدد المدافعين. وبعدين الحته المهمه تحت بقى، المرمى محروس ولا مش محروس؟ معنى ان اللعيب ان حارس المرمى في مرماه ولا لا؟ دي حاجه خمسه، دي خففت شويه يا كابتن محمود، خففت شويه من الاحمر. لو المرمى محروس مش هديك احمر. لو المرمى غير محروس هفكر بقى في الاتجاه العام للعب والمسافه والكلام ده. يبقى لازم تتوفر الشروط دي كلها عشان ادي الاحمر.
حسب اللعب. حسب اللعب هيكون سواء المرمى محروس او مش محروس. طب القلعه بقى منها كمان لو العدد بتاع المهاجمين اكبر من عدد المدافعين. مع عدد المهاجمين يعني انا المرمى محروس ولكن انا اثنين وهلعبها كده اتعامل معايا انا. مع انها اثنين على مدافع واحد تبقى احمر. حتى لو المرمى ايه؟ محروس، لكن واحد رايح مع واحد وخلاص لو عداه ومسكه مش هتبقى احمر. ماشي؟ ممكن حارس المرمى بقى، تعالى بقى تاني، حارس المرمى هو اللي يطلع بقى من جوه. ويعمل مثلا يلمس الكوره بايده بره. طيب، لو واحد بس، لعيب واحد بس حارس المرمى احمر. لو اثنين لعيبه واقفين في المرمى اصفر. ماشي؟ يبقى دي كفر ما بعد، مش مانع فرصه محطه. ماشي؟ سهله ها؟ صعبه طبعا في التطبيق، لازم في لحظه الاصل. هوريكم حاجه، هوريكم الفيديو دلوقتي لحظه المخالفه. لحظه المخالفه بالظبط، ارتكاب المخالفه. هل واحد ولا اثنين ولا هو؟ هوريكم دلوقتي الفيديو هيبين لكم الكلام ده ان شاء الله. تمام؟ طيب. اذا ارتكب حارس المرمى، لسه بقول لك عليها اهي. فرصة واحدة تسجيل هدف أو تمنع الفريق المنافس من تسجيل هدف أو فرصة واحدة تسجيل هدف بلمس الكرة باليد خارج إيه؟ عندما يكون مرماه غير محروس أو محروس فقط بواسطة مدافع من الفريق. يعتبر حارس المرمى مذنب مخالفة منع فرصة تسجيل هدف، لأن لسه بقول لك أهو لو عمل مخالفة بره منطقة الجزاء بلمس الكرة بإيده أو عمل مخالفة ارتكب مخالفة مش لازم يلمس الكرة بإيده راح وعرقل وكان المرمى محروس بواحد بس تبقى أحمر أو اثنين تبقى أصفر. خلاص؟ إذا كان عدد لعيب الفريق المهاجم أكبر من عدد لعيب الفريق الإيه؟ المدافع باستثناء حارس المرمى، يعني ما تقوليش إن أكيد حارس المرمى ومدافع يبقوا اثنين، لا حارس المرمى ومدافع يبقوا واحد. فاهمين؟ لو على اثنين لعيبة مهاجمين يبقى أحمر. خلاص؟ بصوا بقى اللعبة دي. اتفرج عليها كلها وبعدين اوقفها لك. بص اللعبه دي ركله جزاء. تمام؟ بس ياخد انذار. هنبص بقى عليها بقى في حته من حته بقى. اقول لك انا حاجه بقى. بص. التوقيت واحد بره. لسه ما جاش. لو عملت هنا خط هتلاقي ده ورا المرمى. فين شوسه فين؟ في بقى كام واحد؟ واحد. طب اجي بقى الناحيه القانونيه دي ركله جزاء؟ طب كان فيها تنافس والمفروض تبقى احمر لان واحد بس اللي حارس مش اثنين. بص بقى بص دقه اللعبه وتوقيت اللعبه والحكم لازم يبقى صح ازاي؟ واحد بس اللي واقف لو على الطبيعي بتاعنا احمر صح؟ مش واحد بس اللي واقف لكن في هنا ايه؟ تنافس انزل على طول يبقى كده في الحاله دي بس بالذات اصفر. طب افرض ان اللعيب ده كان معاه في المرمى. انا جبت لك حاجه بقى عشان ابين لك بالظبط اللي بيحصل. افرض اللعيب ده كان مع اللعيب الثاني في المرمى بقوا اثنين جوه المرمى. مش هدي له حاجه لان هتبقى هجمه واحده تنزل من الاحمر اصلا هتبقى هجمه واحده يبقى مش هدي له كده كده انذار لان في ركله ايه؟ طالما احتسبت ركله جزاء وفي تنافس احمر وينزل الاصفر. اصفر مش هدي حاجه. اتفقنا؟